هي ذكي صباح الخير. أخبار فتاتيكا فترات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا محمد. صباح الفل عليك يا منا. صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. النهاردة هنبدأ حلقتنا بالكلام عن مبادرة حياة كريمة، المبادرة اللي بقت حديث كل الناس الفترة الأخيرة، واللي الحقيقة اللي متابعها ومتابع الأنشطة الخاصة بيها عاملة شغل حقيقي في الشارع المصري. توزيع اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة، ده عشان تخفيف أعباء المعيشة اللي بيواجهها المواطنين في ظل غلاء الأسعار. فكرة حياة كريمة مش بس مقتصرة على إصلاح الطرق والمرافق والأماكن العامة والقرى وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، لكن كمان هي نقدر نقول كده مبادرة لكل جوانب الحياة. الهدف منها توفير حياة متكاملة وكريمة للمواطن المصري، عايشين حياة كريمة بكل معانيها. المبادرة فعلا بتسعى لتحسين مستوى المعيشة في كل المجالات، سواء بقى كان تعليم أو صحة أو اقتصاد، وكمان بتساعد في دعم الفئات الأكثر احتياجا. مبادرة يمكن بقالها كذا يوم شغالة على أنها توزع لحوم بأسعار مخفضة وبجودة عالية، والمبادرة منتشرة في عدد كبير من المحافظات. يمكن شفنا فيديوهات جميلة في محافظة الإسماعيلية اللي فيها كان موجود شادرين كانوا بيوزعوا لحوم، واحد جنب استاد الإسماعيلية والتاني في الشارع التجاري. كيلو اللحم المجمد كان متوفر ب 210 جنيه، واللحم البلدي كان ب 310 جنيه. يمكن نقول ان دي اسعار تفرق برقم كبير عن اسعار اللي موجوده في السوق، اسعار منافسه بجد، وده بيساعد الناس انها تعرف تحصل على احتياجاتها من اللحوم من غير ضغوط موجوده على ميزانياتهم او اعباء زياده. كمان المبادره وصلت للقاهره، يعني فتحت منافذ مختلفه في اماكن مهمة زي ميدان العباسية مثلا، شارع مؤسسة الزكاة في المرج. المواطنين قدروا يحصلوا على لحوم بأسعار مخفضة وكمان بجودة عالية. مش معنى إن السعر مخفض ففي جودة منخفضة، لا، الجودة كمان متميزة جدا. في إقبال كبير على المنافذ سواء في المرج أو ميدان العباسية. والمبادرة مش بس بتوزع لحوم، لكن كمان بتحاول تحارب جشع التجار، وده هدف مهم جدا إنها توصل لحوم والأسعار الخاصة بالدواجن إلى أسعار معقولة وفي متناول الناس، مع ضمان طبعا سلامتها من خلال رقابة بيطرية، وده مهم جدا خاصة في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية اللي بنعيشها. احنا عايزين نقول المنافذ المختلفة موجودة في المبادرة، والمنافذ دي موجودة في أماكن مختلفة، وصلت حلوان كمان المنافذ المتحركة وغيرها من المحافظات، وده بهدف انها توصل لأكبر عدد من الناس. الفكرة في الموضوع كله انهم عايزين المبادرة دي انها عايزة تضمن ان الدعم يوصل لكل المصريين برعاية حياة كريمة، عشان كده عايزين يوسعوا نطاق خدمات المبادرة بشكل تدريجي عشان تقدر تغطي المحافظات المختلفة بشكل بيضمن وصول الدعم لكل الناس، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة وضمان كمان الأمن الغذائي للكل. إن شاء الله حياتنا كلها تبقى كريمة، إن شاء الله اللي جاي هيكون أحسن وأحسن. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل. صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على مصطفى كفافي ونتعرف منه على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الخير يا محمد، صباح الخير عليك يا منى، وصباح الفل عليكم كلكم. الطريق كويس يا مصطفى؟ يعني الجو احنا عارفين الحمد لله مستقر، لكن الطريق اخباره ايه؟ يعني بعض الكثافات المرورية بطبيعة الحال على الطريق الدائري عشان موضوع الوصلة الجديدة، ولكن
المناخ يمكن هو اللي بدا يعني سنه زي ما شايفين يبرد يعني روائح اكتوبر زي ما بيقول. عظيم. على اي حال خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في عدد من المناطق المختلفه من مصر. هنبدا نشرتنا المروريه في ثاني ايام العام الدراسي بالتاكيد على تعزيز رجال المرور من تواجدهم بالشوارع والميادين من اجل العمل على ازاله اي اعطال مروريه واي حوادث تعوق حركه السيارات، وايضا من اجل تسهيل وصول الطلاب الى المدارس والمواطنين الى الاماكن اللي رايحينها. لو بدأنا من القاهرة هنشوف كوبري اكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية عند ميدان رمسيس، هتبدأ تقل لغاية لما نوصل تحديدا ناحية غمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية نسبية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري اكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لغاية منطقة الزاوية الحمراء. تظهر أيضا بعض الكثافات المتحركة على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني، من بعض الكثافات البسيطة في شارع رمسيس وصولا إلى العباسية وفي محور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. لو رحنا لمحافظة الجيزة الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية باستثناء بعض الكثافات عند النزلات، بخصوص محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرورية وخصوصا بعد وجود بديل لي وهو محور 26 يوليو البديل للقادم من أكتوبر والمتجه مباشرة إلى جامعة الدول العربية وسفينكس وأحمد عرابي. أيضا شارع فيصل بيشهد كثافة مرورية والكثافات دي بتزيد بطبيعة الحال مع ساعات الذروة، وأيضا ظهرت سيولة مرورية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول العربية وميدان سفينكس، وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول العربية حتى مطلع كوبري 15 مايو. لو ذهبنا إلى الثغر السكندري في كثافة مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما في الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد أيضا كثافات مرورية ولكنها كثافات متحركة. نكمل الجولة المرورية ولو ذهبنا إلى أسوان ونبدأ من شارع السادات لغاية لما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافة مرورية بسيطة لغاية لما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حولها كثافات مرورية ايضا نسبية. هناك ايضا كثافات في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في ايضا بعض الكثافات المرورية. خلينا نستعرض مع حضراتكم أيضا جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. نتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر أيضا. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة 30 درجة وأقل درجة في مطروح 28 درجة، وأيضا العظمى في أسوان هتكون 36 درجة، وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل ولكن بعد شوية. نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق. جرى خلال الاتصال التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية الراهنة. امبارح كمان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. اطلع السيد الرئيس خلال هذا الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان. أخبار كتير حصلت امبارح،
الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق جرى خلاله التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية الراهنة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التشاور خلال الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأكد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيق، مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب. كما أكد الرئيس ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة. تطرق الاتصال أيضاً إلى العلاقات الثنائية، وأكد الرئيس ورئيس الوزراء العراقي الحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في ضوء الزخم المتنامي في التعاون المشترك واستناداً للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الإسكان، من بينها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين التي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات. وفي هذا الإطار تم استعراض ما تم الانتهاء من تنفيذه والإطار الزمني للمراحل المقبلة. ووجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمبادرة، مشدداً على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ومنوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة اللي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الرئيس هنأ قضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي وافق الأول من أكتوبر، معرباً عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة والتقاضي في مصر وما تقوم به مؤسسات القضاء العريقة لإعلاء العدالة الناجزة وسيادة القانون بما يسهم في ترسيخ السلام المجتمعي وحماية منظومة الحقوق والواجبات على النحو الذي يعزز أمن واستقرار الوطن، مؤكداً في هذا الصدد أنه لا أحد فوق القانون. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقاء مع مسؤولي الشركة المصرية العالمية للسيارات لمتابعة توطين صناعة السيارات في مصر. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن توطين صناعة السيارات يعد أحد الملفات المهمة اللي بتعمل عليها الحكومة في إطار خطط التوسع المختلفة في قطاع الصناعة. كما أكد مدبولي الدعم الكامل لكل الكيانات الصناعية ومنها قطاع صناعة السيارات، خاصة صناعة السيارات الكهربائية، بهدف العمل على زيادة أعداد السيارات المنتجة في مصر. وبشأن اعتزام الشركة إنشاء مصنع ليها في مصر، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لهذا القرار موجهاً بتوفير الأرض المطلوبة لإنشاء المصنع على الفور. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع مسؤولي مجموعة ستيلانتس للسيارات لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر. في مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على خطط الشركة للتوسع في تصنيع السيارات في مصر بخلاف مشروعاتها القائمة في مصر حالياً بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع. وقال مدبولي هذه الصناعة نوليها اهتمام شديد، لذلك أحرص على متابعة هذا الملف دعماً للجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وفرق العمل الأخرى. امبارح وخلال كلمته بافتتاح الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انعقاد فعاليات هذه الدورة في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد وتتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية لتلقي بظلالها على العديد من مناحي الحياة. وقال نحن أمام تحديات غير تقليدية تستلزم التعامل بأساليب ومناهج مستحدثة تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات ولا تغفل البعد الاجتماعي. وأضاف مدبولي
إن الحكومة المصرية وبتوجيهات ودعم من القيادة السياسية الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصت على تبني السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات، ووصلت مسيرتها نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وإحداث تحول حقيقي في اقتصادات دول منطقتنا العربية، يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول نحو استخدام الطاقة، وأن الحكومة تسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن القوات المسلحة احتفلت بتخريج الدفعة 161 ضباط الصف المعلمين دفعة رقيب أول شهيد باسم عبد الله محمود محمد لضخ دماء جديدة من خيرة شباب الوطن بعد إعدادهم وتأهيلهم علمياً وعسكرياً بمعهد ضباط الصف المعلمين، وده بما يتناسب مع دورهم الفعال بمختلف تخصصاتهم داخل القوات المسلحة وبحضور اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديري المعهد. الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. اللقاء بدأ بمشاركة الدكتورة منال على توليها أو بمباركة هذا المنصب الجديد بتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية، خصوصا أنها أول سيدة يعني تصل لهذا المنصب في تاريخ الوزارة. اللقاء اتكلم عن التعاون بين الوزارة والأكاديمية خصوصا في تطوير مركز سقارة اللي بيعتبر المكان اللي بيدرب العاملين في الإدارة المحلية. كمان استعرضت الدكتورة رشا كل الجهود اللي بتبذلها الأكاديمية في تدريب الناس اللي بتعمل في المحافظات وفي الوزارة، زي تدريب سكرتيري العموم ورؤساء المراكز والمدن وامتحانات المتقدمين للمناصب القيادية. كمان اتكلموا عن برنامج نواة التغيير اللي بيتعاونوا فيه مع الوزارة علشان يدربوا حوالي 200 شاب من الإدارة المحلية ويتم تأهيلهم عشان يكونوا قادة في المستقبل، ده كله حسب توجيهات القيادة السياسية في دعم الشباب. في نهاية اللقاء الدكتورة منال أشادت بدور الأكاديمية في تدريب وتطوير الكوادر البشرية في الوزارة أو في أماكن المختلفة في الوزارة، وقالت إنها مهتمة جدا بتطوير مركز سقارة على يمكن يكون في الفترة اللي جاية بيأثر على أو يعني موجود على مستوى التوقعات وبيحقق توجيهات الرئيس في رفع كفاءة العاملين بالمحليات. الدكتورة رشا أكدت على أهمية استمرار التعاون بين الأكاديمية والوزارة في الفترة القادمة بحيث أنهم يقدروا يطوروا مركز سقارة ويوصلوا لمستوى أعلى في التدريب. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات، نبدأ من المنيا اللي شهدت وضع حجر أساس 9 عمارات سكنية بديلة للعشوائيات، وفي الدقهلية تم فحص 38 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض. كمان في الشرقية تم تركيب بلاط انترلوك في شوارع مركز الحسينية. في الجيزة تم بدء تسليم العقارات السكنية المتضررة إثر حريق استوديو الأهرام. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة المنيا شهدت وضع حجر الأساس للبدء في إنشاء 9 عمارات سكنية بديلة للعشوائيات بمنطقة السلخانة بحي جنوب المنيا في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن لائق للمواطنين ضمن اهتمام الدولة بتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية. أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فحص 38,876 طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وبتتضمن خدمات المبادرة إجراء المسح الطبي لطلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول للصف السادس الابتدائي وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن أمراض سوء التغذية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. أكد مركز مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية أنه جاري البدء في تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخلية بتكلفة 8 مليون جنيه وبأطوال 21 ألف متر مسطح، وده ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة مركز مدينة الحسينية للعام المالي الحالي 2024-2025، وأيضاً ضمن خطة التطوير والتجميل بشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول لبنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
أكدت محافظة الجيزة بدء تسليم العقارات اللي تضررت نتيجة الحريق اللي نشب باستوديو الأهرام بحي العمرانية بعد انتهاء المحافظة من إجراء الترميمات الشاملة للعقارات وتنفيذ التدعيمات اللازمة للهيكل الخرساني وإعادة العقارات المتضررة لحالتها دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية. أعلنت محافظة الفيوم عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة المحافظة لبيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة، على أن تستمر المرحلة الثانية لمدة 4 أسابيع، بيتم من خلالها بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة يوم الخميس من كل أسبوع، وبيع اللحوم المستوردة يوم الثلاث من كل أسبوع، وده للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل. افتتحت محافظة الأقصر محطة رفع المدموت بحري الرئيسية ضمن مشروع صرف صحي الزينية اللي تجاوزت تكلفته 1 مليار جنيه، وتم التشغيل الفعلي جزئياً لمحطة رفع المدموت بحري بعد إنهاء كافة الأعمال الخاصة بها وفقاً للجداول الزمنية المقررة لمشروع الصرف الصحي لمركز مدينة الزينية. أعلنت محافظة سوهاج أنه تم الانتهاء من أعمال المسح الميداني الثاني لفحص البلهارسيا والطفيليات المعوية، وتم فحص أكثر من 444 ألف مواطن من سكان الريف في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر من العام الجاري، مما يعكس نسبة تغطية بلغت 100.1%، وقد تم علاج جميع الحالات الإيجابية مع التأكيد على أهمية إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لضمان الصحة العامة. افتتحت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً لدعم 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بأبناء قرى أسريجة وكفر محمود وبهناي والقرنين وكفر القرنين بمركز الباجور، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصاً على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم. أعلنت محافظة الأليوبية إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الجاري ضمن مبادرات رئيس الجمهورية لتحسين الصحة العامة للمواطنين تحت شعار 100 مليون صحة، وبتأتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي. أعلنت مديرية الزراعة في الوادي الجديد الانتهاء من أعمال اللجنة رقم 83 والمكونة من 124 طلب لإقامة مشروعات متنوعة من الإنتاج الزراعي والحيواني والداكني، وتمت الموافقة على البناء على الأرض الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، وتم إرسال الموافقات للوحدات المحلية بمراكز المحافظة الخمسة لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة. مشاهدينا، خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقات. بنرحب بحضراتكم من جديد. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر أيضا. خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة بصحبتنا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بيك. أخبار الموجة دي إيه وحتستمر لمدة قد إيه، وهل سيعترضها يعني أي موجات قادمة في القريب العاجل ولا هتستمر درجات الحرارة بهذا المعدل؟ يعني يمكن إحنا بالفعل بدأنا نشهد انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار وأيضا خلال فترات الليل، بنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحجب جزء من أشعة الشمس، فبتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، وكمان احتفنا بنسب رطوبة أقل، فاحنا بنحس مع وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا إن نسب الرطوبة أقل، فبالتالي العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع إن هي تكون 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده بيجعل احساسنا بالضغط خلال فترة النهار ما بين مائل للحرارة للحر، خاصة في وقت الظهيرة مع تسجيل قيمة درجة الحرارة العظمى، وده في المحافظات الشمالية يعني سواء حدنا الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، الانخفاض ده بيمتد لكافة محافظات الجمهورية. كمان فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس أكيد بيكون انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن كمان احنا بدأنا نحس ببعض البرودة الخفيفة فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر أجواء معتدلة بشكل كبير، بل كمان في بعض المدن الجديدة الأماكن المفتوحة بتحس بالبرودة أكثر. كمان في فترات المساء وساعات الليل بنلاقي نشاط نسبي للرياح، ده بيساعد على تنظيف الأجواء أكثر واعتدال الأجواء،
بالإضافة كمان إن حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط عادت لطبيعتها بعد الاضطراب اللي شهدناه أمس وأول أمس وارتفاع أمواج وصل لـ 3.5 أو 4 متر، فبالتالي اليوم البحر المتوسط هيكون صحيح. معتدل مؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. صحيح، شكرا لك دكتورة منار، وخلينا سريعا نذهب إلى متابعة درجات الحرارة المتوقعة خلال ساعات هذا اليوم. لو بصينا للعاصمة القاهرة هنلاقي فيها العظمى 30 والصغرى 22، كذلك الحال أيضا في العاصمة الإدارية تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21. الأسكندرية 27-23، العالمين الجديدة 27-22، مطروح 28-23، دمياط 28-22، بورسعيد 29-23، أما في الإسماعيلية فدرجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22. في السويس العظمى تسجل درجة الحرارة هناك 30 والصغرى 22، العريش 29-22، كاترين 26-13، طابة 28-23، وفي حلايب 31-28، أما شلاتين 34-26، شرم الشيخ 33-26، وفي الغردقة 33-26. الفيوم تسجل العظمى 31 والصغرى 22، بني سويف 31-21، الوادي الجديد 35-22، أسيوط 32-21، سوهاج 34-22، قنا 35-23، الأقصر تسجل 35-24، أما محافظة أسوان فالعظمى تسجل 36 والصغرى 24. وبكده مشاهدينا يمكن بصينا لأغلب درجات الحرارة النهاردة، زي ما شفنا درجة الحرارة يعني سجلت في العواصم الشمالية أو في المدن الشمالية أقل درجات الحرارة، أما في أسوان والأقصر فهي أعلى درجات الحرارة. نعود مرة أخرى لمحمد ومنا لاستكمال بقية فقرة صباح. شكرا لك مصطفى. ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه النهاردة هتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجرية، ووفقاً الحسابات الفلكية اللي بيجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية بيولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:50 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأربعاء 29 من شهر ربيع الأول 1446 هجرية الموافق 2 أكتوبر يوم الرؤية. النهاردة هتقدم وزارة الثقافة ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر على مسارح دار الأوبرا المصرية حفلة تحيي فرقة الرقص المسرحي الحديث بعرض أحمس، وده في 8:30 مساء يوم الأربع والخميس والجمعة 2 و3 و4 أكتوبر على مسرح الجمهورية. بيمثل العرض دراما المقاومة والانتصار واستعادة الأمن وطرد فساد وإرهاب أتباع طيفون إله الشر وقاتل أوزوريس رمز الخصب والنماء، وإذ كان شعب مصر وجيشها بيشكلان وجهين لعملة واحدة، ولذلك ومنذ فجر التاريخ أطلق عليها مقبرة الغزاة. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا، من أهمها مباراة ليفربول الإنجليزي مع بولونيا الإيطالي في تمام الساعة 10 ليلاً، في نفس التوقيت مباراة ريال مدريد الأسباني مع ليل الفرنسي، ومباراة لايبزيج الألماني مع يوفنتوس الإيطالي. النهاردة ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب، واحدة من أعمدة الفن والسينما المصرية. هي فنانة تركت بصمة واضحة في كافة الأدوار المتنوعة والمميزة، وبدأت مسيرتها في سن مبكرة. ماجدة الخطيب شاركت في عديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية اللي أسهمت في تشكيل مشهد فني مصري مميز جداً. يمكن فعلا ماجدة الخطيب برعت انها تقدم ادوار معقده وعميقه بشكل خلاها تخلي الجمهور يعني معجب بيها جدا، وكمان النقاد معجبين بيها جدا، وكانت يعني علاقتها طيبه بكتير من النقاد في الوقت ده. خلينا نتابع مع بعض المزيد عن المحطات في مسيرتها الفنيه. تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ماجدة الخطيب،
أحد ألمع نجمات السينما المصرية التي قدمت مسيرة فنية متنوعة ومتميزة. كانت ماجدة نجمة في الأدوار المتنوعة والبطولات السينمائية التي قدمتها إلى جانب كبار النجوم، فتركت بصمة لا تنسى في عالم الفن. يا سلام، يوم يدي النفس كل الحريات وإحنا يحرمنا من أبسط حقوقنا. من وجهة نظره كراجل شرقي بيحافظ عليك. لا، دي سيخات الرجل على المرأة، والكلام ده اللي بتطلعه في مخه عماتي. ولدت ماجدة الخطيب في مثل هذا اليوم عام 1943، وبدأت مشوارها الفني من خلال دور صغير في فيلم حب ودلع، لكنها لم تكتفي بذلك، وبعد 10 سنوات فقط، وبالتحديد في عام 1970، تألقت في أول بطولة مطلقة لها في فيلم دلال المصرية مع المخرج حسن الإمام، وشكل الفيلم نقطة تحول كبيرة في مسيرتها، وجعل الأنظار تتجه نحو موهبتها الاستثنائية. وأنا معلم راح أكل لقمة عيش، أكلها مش أسممها. طب والأستاذ جه؟ مرام يا دهوتي، مراته مراته كلين مغسلها، وغسيل الجيران، وغسيل حماتها، وغسيل أمها، وغسيل سلايفها، وتفاحي الكوتة يا عطيات. ادعاكي لغسيل عيدك، استغون على حسابك. ليه يا معلم؟ أنا مش برضه دم ولحم ولا إيه؟ في عام 1972 قررت ماجدة الخطيب خوض تجربة الإنتاج، وأنتجت لنفسها فيلم امتثال، وحازت على جائزة التمثيل الهرم الذهبي عن أدائها في هذا العمل. الدنيا بارد، عايزين نشتري مانتو. طب هادي عني بقى، ما تحطش ايدك عليا. علا بتاخد عليا ليه؟ بكلميها هنا، ما تديها كده يا معلم. اخرس انت، مالكيش دعوه. خلصت يا اختي؟ طب هي مراتك وبتخرس، لكن انا بقى من يوم ما اشتغلت في المخروبه دي ما خدتش ميله. بتاخد شقه ليه؟ مالكيش حاجه عندي. وقدمت خلال مسيرتها الفنيه اكثر من 55 عملا بين السينما والتلفزيون، ومن ابرز افلامها ثرثرة فوق النيل الذي يعد علامه بارزه في تاريخها الفني، حيث شاركت فيه بجانب نجوم مثل أحمد رمزي وعادل أدهم وسهير رمزي وميرفت أمين وعماد حمدي. والأنسة سمارة لسه مش عاجبها فيلم الأخير. الحقيقة زي ما قلت لك، ما تزعلش مني يا أستاذ رجب، هو موضوع مقرر وملوش دعوة بمجتمعنا. بالعكس بقى، الفيلم ممتاز، والدراما زي ما أنا درست في الكلية مش ضروري تعبر عن المجتمع، وأنا شخصيا الفيلم عجبني. أنت درستي دراما فين؟ أنا في كلية الآداب. الظاهر بتنسي وتروحي كلية الزراعة. ومن أشهر أفلامها أيضاً نصف ساعة زواج، دلال المصرية، شيء في صدري، البعض يعيش مرتين. أما في عالم الدراما فكان آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل لا أحد ينام في الإسكندرية مع ماجد المصري، بينما كان فيلم آخر الدنيا هو آخر أعمالها السينمائية. ليه بنت؟ مش مالي إيدك منه ولا إيه؟ طب ده أنا خلعت لما لقيته بيحبك. بجد؟ يعني مش عارفة؟ رحلت الفنانة ماجدة الخطيب عن عالمنا في 16 من ديسمبر عام 2006 بعد إصابتها بالتهاب رئوي، تاركة خلفها إرثاً فنياً عظيماً يعكس حبها وتفانيها في الفن. النهاردة ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم اللي تميزت بمسيرة فنية حافلة سابت بصمة خالدة في تاريخ السينما المصرية، وقدرت بموهبتها إنها يعني تظهر وتبرز في العديد من الأدوار الكلاسيكية، فكانت بتقدم أدوار رومانسية عشان تبقى مثلا قريبة من الجمهور وعشان تبقى قريبة من قلوب الجمهور. مديحة سالم اسم كده ووجه لا ينسى أبدا في ذاكرة السينما المصرية، قدمت أفلام كتيرة وحصلت على إشادة كبيرة من النقاد، خلاها واحدة من الأسماء اللامعة في سماء الفن المصري. تعالوا مع حضراتكم نشوف تقرير ومحطات في حياة الفنانة الراحلة مديحة سالم. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم، واحدة من نجمات السينما المصرية التي تركت بصمة لا تنسى في عالم الفن، وعرفت بملامحها الجميلة وابتسامتها الهادئة، واشتهرت بتقديم الأدوار الثانوية إلى جانب كبار النجوم. دي برضو طريقة تقابل بيها ماما يا عصام. والله أنا بقى كده، عاوزاني أعمل لها إيه؟ كنت فاكراك اتغيرت. كما تميزت بأدائها الرقيق والراقي في العديد من الأفلام الكلاسيكية، خصوصاً في أدوارها الرومانسية التي نالت إعجاب الجمهور. ولدت مديحة سالم في القاهرة عام 1944، وتلقت تعليمها في كلية البنات بالزمالك، لكنها توقفت عن الدراسة بعد وفاة والدها واختارت أن تسلك طريق التمثيل. سيدة زهير، الحمد لله على السلامة. ازيك يا فاطمة؟ أهلاً أهلاً، ازيك كده وحشتيني. أنت وحشتيني كمان.
كانت بداية رحلتها الفنية وهي في 17 من عمرها عندما اكتشفها المخرج محمود ذو الفقار وقدمها للسينما. وعلى الرغم من أنها حصرت في أدوار الفتاة الرومانسية والمراهقة، إلا أن هذه الأدوار كانت بمثابة الانطلاقة الحقيقية لشهرتها. يا سلام، مين كان يصدق أن الأيام تجري بالسرعة دي؟ والكتكوتة الصغيرة اللي كنت بشيلها على كتفي تكبر وتبقى عروسة حلوة تملى العين. ربنا يخليك لنا يا عم سيد يا قمر. اشتهرت مديحة سالم من خلال المسلسل الإذاعي داليا المصرية، وعلى الرغم من محاولاتها لتحقيق البطولة المطلقة إلا أنها كانت أكثر تألقاً في أدوارها الثانية، وقدمت مجموعة من المسلسلات المميزة مثل القط الأسود مع محمود المليجي والرجل والحصان وهارب من الأيام، كما أدت أدواراً جادة بعيدة عن الكوميديا في أفلام مثل الناس والنيل مع سعاد حسني وحب وكبرياء مع نجلاء فتحي. عن طرفين مات، بس مات موتة ربنا، مات وهو بيجري بمأمورية يا ست محمد. قررت مديحة سالم الاعتزال في بداية الثمانينيات، لكنها عادت في عام 2001 لتقدم آخر أعمالها القضاء في الإسلام، وقدمت على مدار مسيرتها الفنية مجموعة من الأفلام البارزة مثل مذكرات تلميذة وأم العروسة والليلة الأخيرة ولصوص ولكن ظرفاء، وكان آخر ظهور لها في الجزء التاسع من مسلسل القضاء في الإسلام عام 2000. كفاك استئثاراً بأبيك يا رقية، وافرغي لما يجب أن تعملي من شأن البيت. ورحلت مديحة سالم عن عالمنا في 19 من نوفمبر 2015، لكن إرثها الفني سيظل حاضراً في قلوب محبي السينما المصرية. عن إذنك تفضلي يا بنتي. نعرف تفاصيل أكتر مع حضراتكم عن حياة الفنانة مديحة سالم. معانا على الهواء الناقد الفني الأستاذ حاتم جمال. صباح الخيرات على حضرتك يا فن. صباح الخير على حضرتك وعلى مصر كلها. صباح الخير. يعني مسيرة فنية طويلة وأعمال سينمائية كتير جدا لسه عايشة كده في ذاكرة كل المشاهدين وعشاق السينما. حابين نعرف من حضرتك كده بداية السبب اللي خلى مديحة سالم تدخل عالم الفن في سن مبكرة وصغيرة. هي مديحة سالم تعتبر بناية الفن المصري في الستينات والسبعينات. دخلت الفن بالصدفة البحتة. كان في قريب ليها اسمه محمود، ده قريب والدتها، يعرف عز الدين ذو الفقار وعيلة ذو الفقار كويس. فمرة كان بيزورهم عز الدين ذو الفقار فشاف بنوتة صغيرة عندها 14 سنة، فلقى ملامحها تنفع جدا للدخول في عالم الفن بشقاوتها باسلوبها الرومانسي البسيط. فكلم والدها واقنع والدها ان هو تخليها تمثل، وبالفعل دخلت تمثل وهي عندها 14 سنه، وهي كانت لسه طالبه في كليه البنات، وهي طالبه في كليه البنات دي مدرسه ثانوي في الزمالك. الناس كتيره جدا بتقول ان هي ما كملتش تعليمها وان هي سابت الثانويه العامه، لا هي كملت تعليمها ودخلت كليه اداب قسم تاريخ، ولكن لم تكمل الكليه، لكن خلصت ثانويه عامه، ولكن انشغلت بعد كده بالاعمال الفنيه فاتجهت فيها. مديحه سالم تالقت جامد جدا في الستينات والسبعينات واعتزلت في بدايه الثمانينات. لو بصينا على المسيره الفنيه بتاعتها هنلاقي ان هي قدمت اكثر من 60 عملا. افضل سنه هي مثلت فيها او قدمت اعمال جيده جدا هي سنه 65، قدمت 6 افلام. ست افلام في السينما كانت الفتره ديت كانت يعني حاجه كويسه جدا، يعني مش سهل ان حد يعمل 6 افلام وهو في سن صغير زي ده. تاني سنه 1963 قدمت 4 افلام، منهم اهم فيلم في حياتها انا بعتبره اللي هو أم العروسة، لان هي في الفيلم ده اتعرفت على المخرج فؤاد صلاح الدين اللي نشأت بينهم قصة حب جامدة جدا. هي كانت بترفض او بتنفر من الرجال بعد وفاة والدها عشان هو كان فيه يعني كان قاسي عليها، فهي كانت افتكرت ان كل الفنانين او كل الرجالة وحشين وكانت بتكره الرجالة كلهم. فمن نفورها فؤاد صلاح الدين حبها، بس هو خايف يفتحها، فوصلت الفنانه تحيه كاريوكا عشان يقنعها بالجواز.
مجرد ان هو فاتحها قالت له ارحبك جدا جدا جدا، وقالت ماشي موافقه، بس المشكله في والدتها، لان والدتها كانت رافضه تماما ان هي تتجوز حد من وسط الفني، وتقول وان عبد الله تتجوز حد من العيله. فحقيقه كاريوكا راحت لوالدتها واقنعتها برضك ان هم يتجوزوا، وبالفعل اتجوزوا وعاشوا مع بعض 20 سنه، انجبوا بنت واحده البوسي، وللاسف حصل الطلاق بعد 20 سنه. هي تزوجت شخص اخر، ما عادتش معاه كتير لانه توفى، وسرعان ما عادت مره ثانيه الى المخرج فؤاد صلاح الدين لتستمر الحياه. عظيم. ده بالنسبه للجانب الانساني عندها، ودي حاجه مهمه. لكن لما نيجي بقى نتكلم عن الاعمال الفنيه، حضرتك بتقول ان فيلم ام العروسه ده واحد من اهم الافلام اللي هي مثلت فيها، وهي فعلا كانت يعني بنبنيه الفيلم زي ما بنقول، نقدر نقول انها في اي فيلم كانت بتبقى موجوده كان بيبقى لها، يمكن هي الفيلم ما كانش بيتروج او بيتباع على اسمها، ولكن كانت بتبقى هي واحد من اهم الادوار اللي موجوده في كل فيلم هي بتقدمه. هو احنا عندنا اشكاليه ان دايما عندنا احنا بنبص للبطل المطلق في الفيلم، مش شرط البطل المطلق في الفيلم هو اللي يكون واخد كل حاجات. على فكره في ادوار كتيره جدا كتبت لفنانين دور تاني ودور تالت حققوا نجاح اكتر من الدور الاولاني، وهي كانت نجمه في الادوار التانيه او اللي حوالين البطل. يعني من حوا هي نجمه في حته بتاعت اخت البطله اللي هي لبنى عبد العزيز. لو بصينا على فيلم مهم، طبعا احنا في شهر اكتوبر، وشهر اكتوبر ده شهر الانتصارات، ليها مسلسل اذاعي مهم جدا، ويمكن ده كان جواز مرورها في حاجات كتيره، اسمه داليا المصري. داليا المصري هو الفيلم المسلسل الوحيد او الاذاعه الوحيد اللي هي عملته عن الجاسوسيه، وكان بيعرض بطوله بين بطولات الجيش المصري، لما من خلال بين هي كانت طالعه دور بقى داليا المصريه بنوته من طبقه ارستقراطيه، ولما جت القناه تم التأميم ومش عارف ايه، حصل عندها حقد داخلي او دفين ضد المجتمع، فاتجهت لعمل في الجاسوسيه لحساب دوله اخرى. وللاسف في احدى الحروب اخوها، هي بلغت على معلومه وللاسف اخوها استشهد فيه. فمن هنا هو الفيلم المسلسل ده كان عامل سوكسي جامد جدا، او عامل نجاح جامد جدا، يعني كان في ابداع في مجال في الاذاعه الدراما الاذاعيه، وكمان في السينما والشاشه التلفزيونيه، وكمان ما ننساش فيلمها المهم القضاء في الاسلام، كانت عامله كمان دور رائع فيه. بشكرك شكرا جزيلا على كل المعلومات، الناقد الفني حاتم جمال ومسيره مديحه كامل. ودلوقتي مشاهدينا معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع مصطفى، تفضل يا مصطفى. شكرا لك منا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري. خلال هذا اللقاء أعرب السيد الرئيس عن تقديره البالغ لدور الجهات والهيئات القضائية في تعزيز منظومة العدالة، وقد أكد الرئيس أنه لا أحد فوق القانون، وأكد أيضا على التزام الدولة الراسخ باستقلال القضاء، وشدد على ضرورة مواصلة تطوير منظومة القضاء وتيسير الخدمات المقدمة إلى كافة المواطنين. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية انه تم التشاور خلال هذا الاتصال بشان التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الاسرائيلي على لبنان، حيث اكد السيد الرئيس في هذا الصدد على الموقف المصري بضرورة الحفاظ على امن واستقرار لبنان وسلامة اراضيه، ورفض اي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه، مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب. أكد السيد الرئيس على ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية، وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لإرساء السلام والأمن والتنمية
بشكل مستدام بالمنطقة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية بالشرق الأوسط دعمت الدفاعات الإسرائيلية ضد الهكمات الإيرانية. وأضاف بايدن أن الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يكن فعالا، وأشار إلى أن فريق الأمن القومي الأمريكي على اتصال دائم بنظيره الإسرائيلي. وقد أوضح أن عواقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد، وأكد أنه يجري مشاورات مع القادة الإسرائيليين بشأن كيفية الرد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا ستدفع ثمنه. وأضاف خلال اجتماع الكابينت أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل قد فشل، وأشار إلى أنه سيفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن إسرائيل وتحقيق كافة أهداف الحرب. على جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أنه إذا تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل بشكل مباشر ضد طهران فإن مصالحها وقواعدها في المنطقة ستتعرض لهجوم قوي. وأضاف بيان لوزارة الدفاع الإيرانية أنه إذا ردت إسرائيل على الهجوم فستواجه تدميرا واسع النطاق لبنيتها التحتية، وأشار إلى أن طهران لم تستخدم قدراتها الصاروخية الأكثر تطورا وذات القوة التدميرية الأكبر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 55 شخصا وإصابة 156 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع. من جانبه، شن الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلنت مصادر إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بشمال إسرائيل. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة التطورات بمنطقة الشرق الأوسط. يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، دعت مجلس الأمن إلى تعزيز تفويض قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان المعروفة باليونيفيل من أجل تأمين الحدود بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني. وهذه نهاية الموجز، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفاصل. منجدد صباحنا لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. المنظومة الصحية المصرية دايما بتسعى الدولة لتطويرها سواء على مستوى البنية الخاصة بالمستشفيات أو على مستوى الكادر العلمي للأطباء. المجلس الصحي المصري تم إنشاؤه عام 2022 وبيعمل على تطوير هذه المنظومة الطبية وتنظيم مجالات الصحة في مصر، بالإضافة طبعا لتأهيل وتطوير المستوى العلمي للأطباء وكافة العاملين في التخصصات الطبية المختلفة. مش بس كده، ده كمان بيساهم في تحسين مستوى التدريب الطبي للأطباء وخريجي الكليات الطبية، وبيعمل كمان على اختبارهم علشان يتأكدوا إن هم مؤهلين بشكل كافي لممارسة العمل الطبي بشكل آمن ومحترف. يمكن كل ده علشان نضمن يحصل تحسن في الخدمات الصحية في مصر بما يتماشى مع السياسة الصحية العامة للدولة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المجلس الصحي المصري من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة الموجود معانا في الاستوديو. أهلا وسهلا دكتور، وصباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ عبد، تحياتي. دكتور، لما نيجي نتكلم بداية كده دور المجلس الصحي المصري، يمكن هاخد من كلام الأستاذ عبده لما قال أنه الدستور المصري بينص على الحق في الصحة وأنه للمصريين حق في الصحة. الصحة لا تعني فقط المنشأة ولا الدواء ولا التجهيز، لكن ركن أساسي من منظومة الصحة هو الفريق الصحي. والحقيقة أنه المهن الصحية هي مهن تتطور وتتحدث بشكل سريع جداً،
وتحتاج دائما إلى ممارسة مستمرة وإلى تعلم مستمر، لأنه كل يوم في مجال الصحة وفي مجال الطب في جديد. طالب الطب بيدخل كلية الطب بعد الثانوية العامة وبيبقى مسؤول عنه بشكل آخر الجامعة اللي هو فيها والمجلس الأعلى للجامعات. بيتخرج وبيحصل على الشهادة في المهن الصحية وبياخد فترة تدريب. فترة التدريب دي بيبقى مسؤول عنه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. طيب انتهت فترة التدريب وخلاص هو دلوقتي يتدرب وعايز يروح يحصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة. لما بياخد ترخيص مزاولة المهنة، الفترة بقى اللي بعد ما يحصل فيها على ترخيص مزاولة المهنة وهو مكمل حياته المهنية، وهنا بتكلم على الفريق الصحي كله، هي فترة كانت دائما وابدا تحتاج الى تدريب وتعلم واستمرار تطوير. عفوا المقاطعة دكتور حسام، الجزئية دي قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ايه بقى المعايير والمتطلبات اللي بيتاحها المجلس المصري للصحي؟ انا بس خليني اقول لك دور بقى المجلس في الجزئية، عشان ياخد الفترة دي كانت قبل انشاء المجلس الصحي المصري بالقانون رقم 12 لسنة 2022، كانت مبنية على الجهود التي تقدمها الجامعات في التطوير، رغبة عضو الفريق الصحي سواء كان طبيب بشري، طبيب أسنان، صيدلة، علاج طبيعي، إنه هو يتطور. لكن لم يكن هناك كيان مؤسسي منظم ومنظم لهذه المسألة. أنشئ المجلس الصحي المصري بهدف تطوير التعليم المهني الصحي ما بعد الجامعي. وده بيبدأ بدايته من إمتى؟ بدايته من زي ما حضرتك ذكرت كده، انا النهارده حصلت على شهاده التخرج وعايز اروح للجهه المختصه بالتراخيص اللي هي وزاره الصحه والسكان عشان اخد ترخيص. الجامعات بتعمل امتحانات مختلفه وطريقه التدريس هي في مجملها واحد، لكن في النهايه السؤال اللي بيجي لجامعة القاهرة مش هو السؤال اللي بيجي لجامعة عين شمس في كلية الطب أو كلية الصيدلة، مش هو السؤال اللي بيجي في أسيوط، ولكن كلهم في النهاية بيحصلوا على هذه الشهادة العظيمة وخدوا شهادة وعايزين بقى يرخصوا. لهذا كان هناك ما يسمى بالامتحان المؤهل للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لكل المهن الصحية. واحدة من أدوار المجلس الصحي المصري أنه مسؤول عن عقد هذا الامتحان. يبقى كل اللي تخرجوا من الجامعات الحكومية ومن الجامعات الخاصة من المهن الصحية قبل ما يجي عندنا في وزارة الصحة عشان يقول أنا عايز ترخيص، لازم يجتاز هذا الامتحان اللي هو امتحان موحد لكل خريجين الطب، موحد لكل خريجين الصيدلة، موحد لكل خريجين طب الأسنان. المجلس دوره أنه يعمل دي أول حاجة. يبقى الخطوة الأولانية قبل ما تدخل في الممارسة بتعمل الامتحان اللي بيضمن نوع من المساواة ما بين كل الخريجين في كل الجامعات في كل التخصصات الصحية قبل ما يحصل على الترخيص. حصل على الترخيص ومحتاج بقى يطور نفسه ويستمر. المجلس مسؤول عن الحتة التانية وهي الشهادة المهنية في التخصص. أنا عايز دخلت النهاردة طب وحصلت على البكالوريوس بقيت بقى أمارس بشكل عام، عايز أتخصص في الجراحة بشكل مهني، عايز أتخصص في الأنف والأذن والحنجرة. هناك البورد المصري للتخصصات الصحية المختلفة، موجود بقى في كل التخصصات الصحية. الهدف الدولة بتسعى إلى إيه؟ تسعى إلى أنه يبقى فيه امتحان موحد زي امتحان الثانوية العامة كده. يبقى أنا كدولة ضامن أن كل من يمارس تخصص الجراحة في أي حتة من جمهورية مصر العربية اجتاز الامتحان المؤهل لهذا التخصص وبقى عنده الحد الآمن من الممارسة الصحية. أنا كمريض هستفيد إيه؟ هستفيد إنه الدكتور اللي أنا بتعالج عنه في أقاصي في صعيد مصر أو في شمال مصر أو في القاهرة العاصمة حاصل على نفس المستوى من التعليم والتدريب. يبقى أنا النهاردة ما عدتش محتاج إني أجي أسافر من مكان إلى مكان عشان أنا بقول دكاترة الحتة الفلانية أحسن. كل الأطباء المتخصصين حاصلين على المستوى واحد من التدريب، وبعد كده بقى كل واحد وشطارته. لكن انا كدوله اطمئنيت انه الممارس الصحي بتاعي بيقدم خدمه صحيه امنه لكل المواطنين بنفس القدر،
ودي واحدة من عدالة تقديم الخدمة الصحية، واحدة أساسية جدا من أساسيات حق المواطن في الصحة. يعني دكتور لما نيجي نقول قايلين انه احنا في سيستم محطوط او في طريقة محطوطة للتقييم، ازاي احنا هنقيم السيستم المحطوط ده؟ يعني منين هنتأكد ان السيستم ده مناسب وبيحدث نفسه بشكل دوري بحيث ان هو يواكب التطورات اللي حضرتك بتقول انها بتحصل كل شويه؟ اليات اختبار نجاح هذا السيستم هتكون ازاي؟ طيب دائما ما اليات التقييم بتبقى يا خارجيه يا داخليه. احنا المجلس مكون من مجلس اداره ومجلس امناء، ودولت هم اليات التقييم الداخليه. انه مجلس الامناء اللي فيه وزير الصحه وفيه وزير التعليم العالي وفي ممثل عن الخدمات الطبيه وزاره الدفاع، كل اصحاب المصلحه في تقديم الخدمه الصحيه هم مجلس الامناء، دي تقييم داخلي، وكذلك مجلس الاداره اللي فيه كمان النقابات المهنيه كلها. في تقييم خارجي انه من ضمن نصوص القانون ان المجلس ده بيقوم بعمل اتفاقيات وشراكات مع جهات الاعتماد الدوليه. وبالتالي بقى انا مش بس بقيم نفسي من خلال مجالس امنائي او مجلس امنائي ومجلس ادارتي، لكن ده كان انا كمان على نفس الليفل مع جهات التقييم والاعتماد الخارجيه، بيجي يشوفي انا شغال ازاي، بنتفق مع بعض. وبالتالي احنا النهارده بنتحرك على مستوى محلي ومستوى اقليمي ومستوى دولي عشان يبقى الطبيب بتاعي. والحقيقه انه الحمد لله، يعني يمكن الناس كلها تعلم والعالم يشهد انه الطبيب المصري من يعني امهر الاطباء على مستوى العالم. ده بيتحقق دكتور حسام بالتعاون مع يعني جهات مختلفه في مجال التدريب الصحي، سواء جهات محليه داخليا او حتى خارجيا، عشان نضمن افضل المعايير في التقييم. هو المجلس مسؤول عن الشهاده، شهاده التخصص، لكن التدريب هو بيعتمد جهات التدريب. التدريب ده بتقوم به الجامعات، بتقوم به وزاره الصحه والسكان، بتقوم به وزاره الدفاع من خلال اداره الخدمات الطبيه بالقوات المسلحه، بتقوم به اداره الخدمات الطبيه في هيئه الشرط. وبالتالي جهات التدريب متعدده، لكن في النهايه كل دولت بيجوا عند المجلس عشان يعمل الامتحان الموحد للتخصص. وهو كمان بيقول ان الجهات ديت نتيجة لما له من خبرات وقدرات والتواصل مع الجهات الاعتماد الدولية هي مؤهلة للتدريب. بالقطع عندنا الجامعات المصرية من أعظم أماكن التدريب، وزارة الصحة فيها أماكن، وهيئة المستشفيات التعليمية، القوات المسلحة، فأماكن التدريب متعددة، لكن كل ده بيصب في امتحان واحد مؤهل للحصول على التخصص اللي انت عايز تدخله. طب خليني أخد من كلام حضرتك وأسأل حضرتك، إيه اللي وزارة الصحة هتقدمه؟ وإيه الجامعات المختلفة هتقدمه؟ وفي بعض الأحيان قد يكون النقابات ممكن تقدمه للمتقدمين للامتحان لتوجيههم ولدعمهم ولتدريبهم. إحنا لمصلحتنا إن إحنا يبقى عندنا أكبر عدد ممكن من الأطباء حاصلين على المتخصصين المهرة. طبعا. طيب خليني أقول هيك، هو المجلس هو جهة مستقلة. المجلس يقيم. المجلس يقيم. وزارة الصحة بتقدم حاجتين، بتقدم التدريب من خلال مستشفياتها ومن خلال هيئة معاهدها التعليمية، وفي نفس الوقت احنا بنتحمل اي تكاليف خاصة بهذه الدراسة المهنية لأعضاء المهن الصحية العاملين في وزارة الصحة اللي هو الأغلبية العظمى. وبالتالي احنا كجهات حكومية، واعتقد انه التعليم العالي بيتقوم بنفس الدور، الجهات الحكومية هي بتقدم الدعم سواء من خلال التدريب او من خلال تحمل تكلفة التسجيل والرسوم والامتحانات للحصول على هذه الشهادة. كويس. ويمكن من قريب كان لسه في قرار من الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مرتبط بالمسألة دي تحديدا، وهو تحمل وزارة الصحة النفقات او فروق النفقات الخاصة ما بين الزمالة القديمة والبورد. ده في حالة نجاح الطالب فقط ولا اذا رسب يتحمل هو كلفته؟ هو الحقيقة حاليا في الحالتين، لكن المأمول انه تبقى في حالة النجاح فقط، لانه احنا الدستور كفل مجانية التعليم مش مجانية السقوط. صحيح.
طيب فرصة حضرتك معانا يعني على الهواء في صباح الخير يا مصر، ونتكلم بقى عن المبادرات الطبية، مبادرة بداية جديدة مثلا اللي بتشمل كافة وجوانب الحياة، ومن ضمنها طبعا الجانب الأهم في حياة كل مواطن هو الجانب الصحي، ضمان تقديم خدمة صحية لائقة بالمواطن المصري. أهم الخدمات اللي بتنطلق ضمن مبادرة بداية جديدة. طيب خليني أقول حاجة بس عشان برضو يبقى واضح للسادة المشاهدين، مبادرة بداية جديدة هي أحد محاور المشروع القومي للتنمية البشرية الذي يتبناه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي من أجله قامت الدولة المصرية به الحكومة الجديدة بإنشاء أو استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية. التنمية البشرية تعني أن يكون عندي مواطن متعلم جيدا بصحة جيدة، عنده من المهارات والقدرات التي تمكنه من التميز في سوق العمل. احنا مش النهاردة مش بندور على انه يلاقي شغل، لا احنا عايزينه يبقى متميز في سوق العمل ويعمل وفق الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا، ان يمارس نشاطات من خلال الرياضة، وان يكون محتفظا بالهوية المصرية اللي بدأت تتفلت الحقيقة من خلال منظومة القيم. ده بيأكد شخصية الشخصية المصرية، شخصية يعني الهوية المصرية الأصيلة اللي طول عمرنا بنتمتع بيها، اللي هو لك ده مصري من خلال منظومة القيم، سواء بقى من خلال الأزهر، وزارة الأوقاف، الكنيسة، مع وجود ضمان من الحماية الاجتماعية من خلال التضامن الاجتماعي. عشان كده عندنا أكثر من 11 أو 13 وزارة في هذه المجموعة البشرية للتنمية البشرية. أحد المحاور مبادرة بداية، وهي مبادرة تهدف إلى تكامل كل الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات، وأكثر في عندها 29 جهة مشاركة في مبادرة بداية لتقديم خدماتها للمواطن المصري بشكل متناغم ومتناسق. الصحة يعني النهاردة خليني أدي حيك مثال سريع كده عشان الناس تدرك أهمية وجود هذا التكامل وهذا التنسيق. أنا النهاردة أول ما أسأل أي حد من أولياء الأمور أو حتى المواطن العادي، أقول له هو فكرك التعليمي يتطور إزاي؟ أول حاجة هيقول لها لازم نقلل كثافة الفصول، وهي الحمد لله الدولة شغالة على كده، نطور المناهج الدولة شغالة على كده، ندرب المدرسين ونحسن من وضعهم والدولة شغالة على كده. أنا عملت كل ده لكن الطالب اللي أنا بعلمه عنده تقزم، عنده أنيميا، عنده ضعف النظر، التطوير يبقى المنتج بتاعي برضه هيبقى تعليم ضعيف. صحيح. لكن لو انا بقى النهارده في على نفس المجموعه في نفس الوقت اشتغلت، التعليم بتعمل ده والصحه بتعمل ده على نفس المجموعه، وهو بعد كده لما جه يروح البيت لقى انه الظروف والوضع الاقتصادي بتاعه مش قادر، مضطر ينزل يشتغل عمالة الاطفال، برضه يبقى ما اتعلمش. تيجي وزاره التضامن الاجتماعي على نفس المجموعه ونفس الفئه توفر الحمايه الاجتماعيه بنفس الآليات، بتتحرك كل هذه المجموعات، بالإضافة للقطاع الأهلي، احنا لا ننسى دور صندوق تحيا مصر والقطاع الأهلي والعمل الأهلي التنموي وأيضا القطاع الخاص، بس كل ده بيدور من خلال منظومة الدولة، من خلال المجموعة الوزارية. نقدم خدمات لكل المواطنين بكل، احنا الدولة بتقدم ملايين الخدمات في اليوم، لكن الناس مش شايفاها ملايين لانه كل واحد بيتحرك على المستوى. انا رحت اخد الخدمه دي في وزاره الداخليه، وبعد كده خدت خدمه ثانيه في وزاره الصحه، فبالك بقى النهارده لو انا رحت خدت خدماتي الصحيه وانا رايح اعمل شهاده البطاقه، نازل كده من السجل المدني بعد ما خلصت بطاقتي لقيت انه حد بيكشف عليا سكر وضغط، خلصت لقيت انه وزاره العدل عامله لي مكتب توثيق بيخلص لي. كل ده بيتعمل بشكل متكامل ومنظم طبع. هي دي مبادره بدايه جديده للهدف في النهايه للوصول الى ايه؟ الوصول الى مواطن متعلم، صحيح البدن، مثقف، متمكن، وقادر على ان يتميز في سوق العمل. وبنبدا من زيرو لحد ما بعد ال 65 سنه ببرامج ومحاور التنمية البشرية. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شرفتنا ونورتنا وطمنتنا
على التقدم اللي بيحصل طول الوقت والتطوير اللي بيحصل طول الوقت اللي إن شاء الله هيوصلنا لأحسن المراحل. يعني نصبر بس شوية كده ونطول لا. بالنا وإحنا الأمور بتتحسن وإحنا شايفين إنها بتتحسن بشكل سريع. شكرا لك يا دكتور نورتنا وشرفتنا. شكرا دكتور حسام نورتنا وشرفتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. نروح مع حضراتكم مشاهدينا لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية محليا وعالميا. البداية مع فريق الرجال لكرة اليد بالنادي الأهلي اللي خسر أمام فريق ماجدبرج الألماني بنتيجة 28-24 في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب اللي بتستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وبتختتم فعاليتها يوم الخميس المقبل، وبينافس على البرونزية أمام فريق برشلونة غدا. أيضا فاز فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك على نظيره كاليفورنيا الأمريكي بنتيجة 41-23، وده في إطار تحديد المراكز من الخامس للتاسع في بطولة كأس العالم للأندية سوبر جلوب اللي بتستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. أما فريق إنتر ميلان الإيطالي فقد حقق الفوز على فريق النجم الأحمر الصربي بأربعة أهداف مقابل لا شيء خلال أحداث المباراة اللي جمعتهم على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا. فريق بروسيا دورتموند فاز على فريق سيلتيك الاسكتلندي فوزا مدويا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وده في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا. أما فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فقد حقق الفوز على سلوفان بيرتسلافا السلوفاكي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في إطار اللقاء اللي جمع ما بينهم ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات جولة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا. فريق أرسنال فاز على فريق باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء في إطار الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن. أما فريق برشلونة الإسباني فقد حقق الفوز على فريق يونج بويز السويسري بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وده في إطار المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين على ملعب مونتجويك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا. فريق باير ليفركوزن فاز على فريق اي سي ميلان بهدف واحد مقابل لا شيء، وذلك في إطار المباراة اللي جمعتهم بالجولة الثانية لمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب باي أرينا. امبارح أقيمت عدد من مباريات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وفاز نادي بروسيا دورتموند على سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة كانت مفاجأة للجميع، كانت سبع أهداف مقابل هدف واحد. أرسنال أيضا قدر أن هو يحقق الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء. فاز أيضا برشلونة على فريق يانج بويز بخمسة أهداف مقابل لا شيء، كما فاز باير ليفركوزن الألماني على ميلان الإيطالي بهدف واحد مقابل لا شيء. النهاردة هيلعب نادي ليفربول مع نادي ليل الفرنسي. نتعرف على تفاصيل كل هذه المباريات من الدكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي اللي مشرفنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. أهلا بك يا دكتور عثمان. أهلا بك يا مصطفى طبعا، وأهلا بكل سادة المشاهدين. في البداية، إزاي رصدت فوز نادي أرسنال على فريق باريس سان جيرمان؟ يمكن دي قمة مباراة الجولة الثانية وأصعب وأقوى مباراة فعلا بين الفريقين كبار جدا جدا أرسنال وباريس سان جيرمان، مباراة كانت في غاية الأهمية. أرسنال بيحقق أول فوز ليه عشان يوصل لأربع نقاط، وطبعا ده فوز مهم جدا جدا، استغل عمل الأرض والجمهور عشان يفوز، وطبعا الفوز ده خلاه يتخطى باريس اللي عنده ثلاث نقاط، وبالتالي أرسنال تخطاه في المراكز. يمكن ناس عشان لسه مش مستوعبة النظام الجديد، احنا عندنا 36 فريق بيلعبوا نظام دوري، يعني احنا بنعمل جدول بعد الجولة بتخلص يضم 36 نادي، عشان كده كل فوز مهم
حتى التعادل مهم، ولكن الخساره بتخليك مش هقول لك محلك سر، لا ده انت تتاخر كمان في ترتيب الجدول بشكل قوي جدا جدا. فاعتقد فوز ارسنال فوز في غايه الاهميه على واحد من كلاس اي او المصنفين الاوائل اللي هو باريس سان جيرمان، وبالتالي هيدي دفعه قويه جدا جدا لفريق ارسنال في المباريات المقبله ان شاء الله. طيب كلمنا عن الفوز ايضا اللي حققه بروسيا دورتموند على سيلتيك الاسكتلندي 7-1، اعتقد نتيجه مدويه مختلفه خالص عن باقي المباريات. مش عارف الانديه الالمانيه كل جوله الظاهر هتمتعنا باهداف كتير، يمكن في الجوله الاولى لو حد يفتكر بايرن ميونخ اكتسح دينامو زغرب 9-2، فجي دورتموند المره دي كسب 7-1، فواضح ان الانديه الالمانيه تكشر عن انيابها بكل قوه، وهم فعلا اقوى هجوم. عايز اقول لحضرتك ان دورتموند عنده 6 نقاط، طبعا هو حاليا متصدر الترتيب لان الاهداف مهمه، فدي برده نقطه في غايه الاهميه، لان طبعا الفرق لو تساوت في النقاط هلجا الى فارق الاهداف. فبروسيا دورتموند حاليا هو الاول بفضل طبعا الفوز 7-1، وليفركوزن كمان عنده 6 نقاط، يعني عندنا الناديين من المانيا عندهم 6 نقاط، وبايرن ميونخ النهارده لو فاز هيحصلهم، فواضح ان الانديه الالمانيه داخله بتقلها في البطوله وبادئين بقوه كبيره جدا جدا جدا، بيقولوا احنا الالمان احنا موجودين، احنا هنكون متواجدين في الثمانيه الاوائل عشان نوصل دور 16 بشكل مباشر، ويبدو ان هم ممكن لو مشوا بنفس النسق ده هيحسموا الامور بدري بدري. طب ازاي شفت فوز انتر ميلان ب4 اهداف على فريق النجم الاحمر في نفس البطوله؟ طبعا طبعا انتر ميلان كان اول مباراه عنده مباراه صعبه جدا جدا مع مانشستر سيتي في تكرار للنهائي طبعا 22-23، وتعادل فيها وطلع بنتيجه كويسه جدا جدا، يكمل المسيره وفاز على تيرفينا زفيزدا اول مباراه دي تقام في ايطاليا برباعيه، زي ما قلت حاجه من شويه الفوز مهم فرفع رصيده 4 نقاط، وكمان الاهداف مهمه عشان هتنفع معاه في ترتيبه في جدول الدوري ابطال اوروبا بشكله الجديد، فاعتقد فوز منطقي لانتر ميلان وفوز كبير يعينه على احتلال مركز متقدم في المراكز المطلوبه عشان يتاهل بعد كده او يكمل في البطوله بعد كده ان شاء الله. ايوه باير ليفركوزن فاز ايضا على فريق ميلان ب1، رايك في هذه المباراه؟ واحده برضو من اقوى المباريات، طبعا ليفركوزن بيكمل مسيرته بشكل قوي جدا جدا، والسنه اللي فاتت كان وصل لنهائي الدوري الاوروبي وفاز بالدوري الالماني بدون هزيمه، فليفركوزن مكمل هذه المسيره، طبعا كان تعادل مع بايرن ميونخ في ارضه يوم السبت اللي فات في الدوري الالماني، كانت مباراه قويه جدا جدا 1-1، يفوز على ميلان مباراه كانت صعبه جدا لان ميلان كان خسران الماتش الاول من ليفربول، حاليا ميلان بعد جولتين 0 من النقاط، طبعا حظ ميلان كان سيء ان اول مباراه كان ليفربول لعبوا استضافوا في ايطاليا وخسر منه 3-1، ثاني مباراه بقى ليفركوزن في ملعبه باي ارينا في المانيا مباراه كانت صعبه جدا جدا، ميلان في وضع حرج 0 من النقاط بعد جولتين، لكن ليفركوزن يعني نقول ايه ما اجمل هذا الفريق 6 نقاط بعد جولتين، زي ما قلنا من شويه زي دورتموند واحتمال النهارده البايرن يحصلهم، فالانديه الالمانيه تؤدي بقوه كبيره جدا جدا في هذه البطوله. ايضا برشلونه حقق الفوز على يانج بويز بخماسيه، ازاي شفت المباراه؟ وازاي ايضا بتشوف اداء البارسا في الفتره الاخيره؟ والله او حد الناس طبعا متابعه كره عالميه لو اتفرج على تشكيل برشلونه يعني ممكن يعرف بالعافيه 2 او 3 لاعبين، ممكن رافينيا، لامين يامال، ليفاندوفسكي، ممكن بدري، يعني 4 لاعبين، بقيه اللعيبه لما تسمع اسمها ممكن ما تعرفهمش، وده بيمثل تحدي كبير جدا جدا لهانز فليك اللي عامل اداء ولا اروع بعناصر شابه ما بين 18 سنه ل 22 سنه، اداء قوي جدا جدا لبرشلونه مع هانز فليك، بدليل ان الفريق تجاوز الخساره من موناكو في الجوله الاولى وفاز في الجوله الثانيه في مباراه كانت قويه جدا جدا ادى فيها برشلونه بشكل قوي جدا جدا، وثلاث نقاط مهمين يبداوا يحطوا برشلونه على الطريق الصحيح، يمكن لسه طبعا يعني ما دخلش قوي في الترتيب، ولكن يعني محتاج استمراريه في الانتصارات الفتره اللي جايه هيفرق معاه في جدول ترتيب الدوري ابطال اوروبا. طب خلينا نروح لمباراه النهارده، ازاي يعني بترصد او بتشوف مباراه ليفربول قدام بولونيا؟ هل هتكون مباراه سهله ولا يعني من رايك يعني ايه الصعوبات اللي ممكن تواجهها؟ بص رايك حاجه مهمه قوي، ليفربول عمل المباراه السابقه كانت صعبه جدا جدا مع ميلان في ايطاليا وفاز 3-1، النهارده بيلاعب برضو فريق من ايطاليا اللي هو بولونيا بس المره دي في ملعبه في انفيلد، لسه ليه من شويه الفرصه الذهبيه انك لما تلاعب فريق في المتناول مش بس تفوز، ده انت تفوز وتعمل سكور من الاهداف، اديك شفت لما بايرن فاز 9-2 على دينامو زغرب، ادينا شفنا امبارح دورتموند وفوز 7-1 على سيلتيك، فانت مهم
كليفربول مش بس تفوز عشان توصل النقاط الستة او الست نقاط وكمان تعمل سكور يخليك تتقدم في جدول الترتيب، لان الاهداف مهمه جدا جدا. فالمباراه سهله ولا صعبه؟ اعتقد في ايدين لعيبه ليفربول هم سهلوها لو طبعا حققوا الفوز او سجلوا هدف مبكر وبعد كده يبنوا عليه بعد هذا الهدف المبكر عشان خاطر يعملوا سكور ويفوزوا بسكور. فالمباراه حتى ليفربول فاز بيها 1-0 هيبقى فوز متوقع، ولكن الاهم من الفوز تحقيق فوز كبير يعين ليفربول على ما تبقى من جولات. تكلمنا ايضا عن مباراه اتلتيكو مدريد امام بنفيكا، بتشوف مين الاقرب للفوز؟ يعني احييك على اختيار هذه المباراه من وسط مباريات اليوم. انا توقعي الشخصي هذه المباراه، الناس اللي بتحب كره القدم اللي بتحب تستمتع بكره القدم تتفرج على ماتش اتلتيكو مدريد وبنفيكا. طبعا الفرقتين فازوا في الجوله الاولى، فالفرقتين عندهم 3 نقاط، فمباراه صراع كبير جدا جدا عشان يوصلوا للنقطه 6. مباراة طبعا اتلتيكو مدريد منتشي بعد ما خطف التعادل في ديربي مدريد يوم الاحد اللي فات. بنفيكا فريق بيلعب كوره حلوه جدا 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 وماشي بشكل حلو جدا حتى في الدوري البرتغالي. فاعتقد المباراه دي مباراه للمتعه، مباراه صعبه جدا جدا، ربما يعني يبقى فيها حل من اتنين، يعني هتبقى مباراه 0-0 او 1-0، يا اما مباراه يبقى فيها غزاره من الاهداف. هتبقى طبعا حسب سيناريو اللقاء، لو دخل جول مبكر ممكن جدا تبقى مباراه ممتعه كرويا وكمان على الصعيد التهديفي، ولكن هي مباراه تكون تكتيكيه من عرض ثقيل جدا جدا، ولكنها اعتقد مباراه لمتعه كره القدم. شكرا لك دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي على كل هذا التحليل على كافه مباريات دوري ابطال اوروبا. وبكده خلصت نشاطنا الرياضيه، نعود مره اخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع محمد ومنى. شكرا لك مصطفى، ونرجع مره ثانيه مشاهدينا نكمل فقراتنا في صباح الخير يا مصر. انطلقت فعاليات ديفيليه مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبيه اللي بيتم تنظيمه في دورته 24 وبمشاركه من مختلف الفرق المصريه والاجنبيه. وصل عدد الفرق المشاركه في هذه الدوره حوالي 22 فرقه للفنون الشعبيه مش بس من مصر لكن من مختلف دول العالم. خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر معانا على التليفون ماهر كمال مدير مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، صباح الخير. صباح النور. عايزين نعرف بقى تفاصيل اللي اشتملت عليها فعاليات ديفيليه مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبيه واللي تم استعراضها امبارح. طبعا مهرجان الاسماعيليه الدولي في دورته ال 24 السنه دي بيشارك فيه فرق متعددة أجنبية، الهند، الصين، رومانيا، الجزائر، الأردن، أندونيسيا، إلى جانب الفرق المصرية 11 فرقة من ربوع مصر. يعني عندنا السنة دي مفاجآت بمشاركة فرقة حلايب، عندنا مشاركات من الصعيد، المنيا، أسيوط، عندنا مشاركة اسكندرية وبورسعيد، عندنا مشاركات من الوادي الجديد والعريش. ألوان متنوعة السنة دي، الشارع امبارح كان مليان ألوان. بنطلع من المتحف بنعدي على محافظة الإسماعيلية القديمة بحضور السيد الوزير المحافظ أكرم جلال اللي هو داعم كبير جدا السنة دي للمهرجان، حضور ايضا رئيس هيئه اصول الثقافه الكاتب الكبير محمد عبد الحافظ ناصف. النهارده كمان افتتاح رسمي كبير على مسرح عصر الثقافه بحضور معالي الوزير الفنان احمد فؤاد هنو. ولفيف من محافظين منطقه القناه والشرقيه، يعني احتفاليه كبيره. النهارده كمان حضور مميز جدا للمكرم الاول دكتور عبد المنعم عماره. جميل. حضور للفنانه القديره فريده فهمي مع تكريم اسم الراحل محمد خليل مؤسس المهرجان. طب استاذ ماهر، يعني من جمال او سمات الجمال الخاصه مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبيه، وانا اتشرفت ان انا حضرت يعني اكتر من دوره ليه، فكره تفاعل الناس والجمهور والشارع مع العروض الشعبيه المختلفه اللي بتمثلها دول كتير. يعني كلمنا عن الجانب ده، فكره نزول الفن كده للشارع مش بس في المسارح المغلقه والغرف المغلقه، وتفاعل الناس والجمهور مع رقصات وفنون شعبيه بتمثل ثقافات مختلفه في العالم. بالظبط، هو ده هدف المهرجان وهي دي سمته. لذلك احنا من بكره نبقى موجودين في مسرح كبير اللي هو حديقه الشيخ زايد، يعني بيبقى الحضور تقريبا فوق ال 15,000.
مسرح جديد بيفتح لأول مرة في حديقة الخالدين إلى جانب النوادي العامة، نادي الدنفا، نادي الدنفا ونادي الأسرة. إلى جانب السنة دي بنخرج إلى مدينة فايد شاطئ الزهور، وبنخرج للأنطرة غرب، وبنخرج للأساسين لكورونا ولمراكزنا عشان يبقى فيه برضو فعالية مع الجمهور في كل المراكز والقرى. عدد الدول اللي بتشارك في فعاليات المهرجان وصلت كام، ومين فيهم اللي متعود يشارك معانا؟ احنا دي الدورة 24، فأكيد في دول معتادة المشاركة. وطبعا يعني مهرجان إسماعيلية في الأصل كان بيشارك فيه أعداد كبيرة. السنة دي احنا بدأنا يعني للأسف متأخر بعد ما سيادة الوزير المحافظ يعني تولى منصبه، فخدنا شهر بعد ميعادنا. يعني احنا مأجلين من 8 إلى 12. دي يعني ده الميعاد القديم طبعا للمهرجان الأصلي، لكن في الإعداد قدرنا نوصل لست فرق مميزة جدا، وهي دول علاقتنا بها كويسة زي الصين والهند وأندونيسيا، أيضا من الجانب العربي الأردن والجزائر، إلى جانب من أوروبا قدرنا نوصل لرومانيا. يعني احنا بنقول احنا بنبدأ تاني، عندنا وجبة شعبية متنوعة. أيوة عندنا وجبة شعبية متنوعة من مختلف الأماكن. يعني اللي قدرنا نوصل ان احنا يبقى من قارات مختلفة عشان يبقى في تنويع في هذا من الفنون الشعبية في كل البلدان. طب أخيرا أستاذ ماهر، اللي بيسمعنا دلوقتي ويشوفنا وبيتابعنا وحابب يحضر فعاليات المهرجان سواء طبعا من أبناء إسماعيلية أو من المحافظات الأخرى، نعرف من حضرتك مواعيد الفعاليات بتبدأ من الساعة كام لحد الساعة كام ومدة المهرجان إن شاء الله. النهاردة الافتتاح الرسمي الساعة 8 إن شاء الله. ده قصر ثقافة إسماعيلية، ده الافتتاح الرسمي، يعني هو دعوات وفي نفس الوقت الجمهور مفتوح لغاية وصلنا رقم 800. بعد كده المسرح ده عشان ده افتتاح رسمي هنكتفي بال 800، لكن من بكره المسارح مفتوحه في حديقه الشيخ زايد والخالدين والاسره، نادي الاسره ونادي الدنفا، من الساعه 8 مساء. يعني بنبقى بنوصل لساعتين او ثلاث من العروض ان شاء الله، والمسارح مفتوحه للجمهور مجانا. بالتوفيق، وان شاء الله هنتفرج على حاجه حلوه زي ما احنا متعودين من مهرجان الاسماعيليه. كل الشكر ليك ماهر كمال مدير مهرجان الاسماعيليه الدولي للفنون الشعبيه، شكرا جزيلا لوجودك معانا. امبارح تم الاعلان رسميا عن فتح باب التقدم للدوره الخامسه من جائزه الدوله للمبدع الصغير، وده هيبدا ان شاء الله من النهارده تحت رعايه السيده انتصار السيسي. الحقيقه إن جائزة الدولة للمبدع الصغير يعني أصبحت حدث ثقافي مهم بتشجع عدد كبير جدا من المبدعين الصغار، بيتم رعايتهم عشان يوصلوا طريق الإبداع والابتكار في مجالات مختلفة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجائزة من دكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. أهلا وسهلا بك دكتور أسامة وصباح الخير. صباح الخير دكتورة منى، صباح الخير يا دكتور محمد، وصباح الخير على الشعب المصري كله. أهلا وسهلا دكتور. خلينا نتعرف على النسخة الخامسة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، وإيه أبرز المجالات اللي بيتم التنافس فيها السنة دي؟ هو الحقيقة زي ما حضرتك قلتي هي جائزة محدثة، كانت الدورة الأولى ليها في 2020، وبتحظى برعاية السيد انتصار السيسي يعني بشكل مباشر. الجائزة بتعني أو بتعنى باكتشاف ورعاية المبدع الصغير. الجائزة بتشتغل على المرحلة السنية من 5 سنوات لحد 18 سنة، ومتقسمة لمرحلتين، مرحلة من 5 ل 12 والمرحلة الثانية من 12 ل 18 اللي طبعا القدرات الذهنية والعقلية والفنية للناشئ في الفترة دي مختلفة حسب الفترتين اللي أنا ذكرتهم. التقديم للجائزة بيبدأ زي بالضبط جوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق في نفس الفترة خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. يمكن المتسابق أو اللي بيحب يقدم يتقدم مباشرة للمجلس الأعلى للثقافة، أو يقدم من خلال الإنترنت موقع المجلس الأعلى للثقافة، وليها ثلاث مجالات رئيسيين. المجال الأول مجال الأدب، القصة، التأليف المسرحي، الشعر،
انا عايز بس ابين ان التاليف المسرحي ان المقصود بالتاليف المسرحي من الاطفال طبعا وللمتقدمين. جميل. المجال الثاني مجال الفن في سواء الغناء او العزف على الالات او ما الى هذا. والمجال الثالث هو مجال العلوم في فرعين، ابتكار ابلكيشن موبايل ابلكيشن يعني تطبيق موبايل، او ابتكار اختراع في اي مجال علمي، وبيمر المراحل لحين اعلان النتيجه. جميل. طب دكتور اسامه، هل الجائزه مفتوحه للمصريين المقيمين بالخارج؟ يعني مش بس المبدعين الصغار الموجودين على ارض مصر، لكن لو كان في مصريين موجودين في الخارج من حقهم كمان يتقدموا؟ طبعا يا فندم، هو المقصود بها النشء المصري سواء داخل مصر او من خارجها، وبيقدر يقدم زي ما انا قلت من خلال الانترنت، وبيبقى ليه من خلال موقع المجلس الاعلى للثقافه، يعني يدخل المجلس الأعلى الموقع الخاص بيه وبيملى البيانات وبيقدم بيعرف من خلاله كيفيه التقديم وارسال العمل الخاص بيه. اخر موعد للتقديم امتى يا فندم؟ بنهايه السنه ب 30 ديسمبر، وبعد كده بتبدا بقى مساله التحكيم وما الى ذلك. اللي شارك قبل كده يقدر يشارك تاني ولا خلاص هو شارك مره واحده؟ ولو كان من الفائزين هل برضو يقدر يشارك ولا لا؟ ده سؤال جميل جدا دكتور منى. التكافؤ الفرص في من ضمن المعايير في التقدم ان لم يعني ما يكونش سبق ليه الفوز الجائزه دي في نفس المرحله السنيه بتاعته، يعني لو فاز بيها في المرحله الاولى من 5 ل 12 خلاص ما يقدرش يقدم تاني، لكن يقدر لما يكبر يقدم في المرحله الثانيه عادي جدا، لانه يعتبر هو راح عمل شيفتنج او راح لمرحله ثانيه مختلفه عن المرحله الاولى. طب دكتور اسامه، فيما يتعلق بمراحل التحكيم الخاصه، ازاي بيتم تحكيم الفروع الخاصه بجائزه المبدع الصغير؟ الحقيقه طبعا في لجان تحكيم متخصصه من اساس الجامعات والفنانين والمبدعين من خارج المجلس على الثقافة، بتبدأ المرحلة الأولانية مرحلة فرز الأعمال وبشوف مدى جدية أنها تشترك من عدمه، وبعد كده المرحلة الثانية مرحلة التقييم الفعلي، يعني مثلا لو في واحد مقدم في مجال الغناء فبيجي وبيقابل اللجنة وبيأدي، واللجنة بتدي له درجة، وبعد كده الدرجات دي بتتجمع وبتتصفى وبيبان فيها يعني ترتيبه كان أول أو ثاني أو ثالث، لان احنا عندنا هي الجائزه مش جائزه واحده، هم 32 جائزه في الاجمالي في العدد. وعايز اقول حاجه ثاني، هو الغرض الاساسي هو اكتشاف المبدعين، والغرض الثاني هو رعايه المبدعين طبعا، يعني اللي بيفوزوا بالجائزه دي مش مجرد بيبقى حافز نفسي ومعنوي لي انه فاز، ولكن بيبقى لي الاولويه ان بالمشاركه بالانشطه والمسابقات والرعايه من جهات وقطاعات وزاره الثقافه المختلفه بصفته فائز في هذه الجائزه، لان المبدع الصغير اليوم يمكن غدا ان يكون مخترع كبير. طبعا. طيب احنا بنعمل ايه بقى عشان نقدر نواصل الدعم ده؟ بنقدر نديهم دورات تدريبيه، بنقدر نديهم منح، بنقدر نديهم حتى ولو استثناءات للمشاركه في مسابقات دوليه من الحضور مثلا في المدرسه، انهم يقدروا يعملوا تنسيق للحضور هذه المسابقات الدوليه. ايه اللي نقدر ندعم بيه مبدع صغير ونقدر نحفز عنده ان هو يبقى متعود ويبقى ده جزء من روتينه ان هو يشتغل على نفسه؟ الحقيقه هو كل اللي حضرتك قلتيه فعلا، بالاضافه ان احنا بنسعى دلوقتي ان ليس استثناءه في مراحل التعليم، ولكن زي ما يكون في حافز او في بالفعل حافز رياضي يكون في حافز ثقافي بيبقى ليه الاولويه في، احنا طبعا في انشطه كثيره جدا وفي مسابقات كثير جدا بتتم في قطاعات وزاره الثقافه المختلفه بيبقى ليه اولويه في التقديم، وفي نفس الوقت بيتم رعايه الموهبه ذاتها، يعني على سبيل المثال مثلا في الاوركسترا في دار الاوبرا بيبقى ليه الاولويه، اي دورات بتتعمل مثلا في قصور الثقافه في قطاع الفنون التشكيليه مسابقات في الرسم او في الابداع بيبقى ليه الاولويه، لانه بيبقى يعني حاصل على كفاءه وكارنيه بيثبت دوت، وبيبقى في القوائم عندنا احنا عندنا في المجلس الاعلى للثقافه في برضه دورات وفي مسابقات تتم للنشء بيبقى هو ليه الاولويه فيها، يعني بيبقى ابن الوزاره زي ما بنقول كده ببساطه اذا حبينا نبسطها يعني. اكيد. كل الشكر ليك الدكتور اسامه طلعت الامين العام للمجلس الاعلى للثقافه، شكرا جزيلا.
الآن موعدنا مع موجز لأهم وآخر الأنباء، موجز التاسعة صباحا مع مصطفى كفافي، اتفضل مصطفى. شكرا لك محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع خلال هذا الاجتماع على الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي تهدف لتوفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة بعدة مدن، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدد من المحافظات. وقد شدد السيد الرئيس على أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية. كما تلقى السيد الرئيس اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التشاور خلال هذا الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على الموقف المصري بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه ورفض أي انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه، مع استمرار التحذير المصري من مغبة الإمعان في سياسات التصعيد العسكري بما لها من تداعيات خطيرة غير معلومة العواقب. وأكد السيد الرئيس على ضرورة استمرار المساعي الدولية الجادة للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار بقطاع غزة باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر، وبما يسمح بدفع مسار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية بالشرق الأوسط دعمت الدفاعات الإسرائيلية ضد الهجمات الإيرانية. وأضاف بايدن أن الهجوم الإيراني على إسرائيل لم يكن فعالا، وأشار إلى أن فريق الأمن القومي الأمريكي على اتصال دائم مع نظيره الإسرائيلي. وأوضح بايدن أن عواقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد، وأكد أنه يجري مشاورات مع القادة الإسرائيليين بشأن كيفية الرد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ارتكبت خطأ كبيرا ستدفع ثمنه. وأضاف خلال اجتماع الكابينت أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل قد فشل، وأشار أيضا إلى أنه سيفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن إسرائيل وتحقيق كافة أهداف الحرب. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أنه إذا تدخلت الدول الداعمة لإسرائيل بشكل مباشر ضد طهران فإن مصالحها وقواعدها في المنطقة ستتعرض لهجوم قوي. وأضاف بيان صادر لوزارة الدفاع الإيرانية أنه إذا ردت إسرائيل على الهجوم فستواجه تدميرا واسع النطاق لبنيتها التحتية، وأشار إلى أن طهران لم تستخدم بعد قدراتها الصاروخية الأكثر تطورا وذات القوة التدميرية الأكبر. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 55 شخصا وإصابة 156 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله أنه اشتبك مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديسة وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع. من جانبه شن الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلنت مصادر إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بشمال إسرائيل. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، دعت مجلس الأمن إلى تعزيز تفويض قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان والمعروفة باليونيفيل على تأمين الحدود بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني.
التقى تيم وولز مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي ومنافسه الجمهوري جي دي فانس في أول مناظرة انتخابية بينهما. وخلالها قال فانس إن إدارة الرئيس جو بايدن تساهلت مع إيران وهو ما ساعد في التصعيد ضد إسرائيل، وأشار لأن فترة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت أكثر استقرارا للمنطقة بفضل موقفه الصريح والداعم لإسرائيل. من جانبه أكد وولز أن سياسة ترامب تجاه إيران كانت كارثية وعودته شكلت خطرا على الاستقرار العالمي. نهاية الموجز، عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد هذا الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. فصل الشتاء خلاص على الابواب، الحمد لله على سلامته والله، لانه ما كانش صيف سهل ابدا علينا. والشتاء دايما بيكون تحدي كده بتواجهه الامهات والاباء نتيجه نزلات البرد وكمان الفيروسات التنفسيه اللي بتصيب الاطفال وحديثي الولاده. يمكن عشان كده النهارده قررنا ان احنا نتكلم معاكم في روشته طبيه وافيه ومتكامله، ايه التصرف الطبي السليم اللي لازم ناخده في حاله اصابه اطفالنا بالفيروسات التنفسيه في فصل الشتاء. مع فصل الشتاء دايما ودخول المدارس ولادنا بيعيوا كتير وبيصابوا بنزلات برد. هنعرف مع ضيفنا الكريم اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، دكتور يوسف سعد استشاري طب الاطفال وحديث الولاده، ازاي نتعامل مع اطفالنا ودخولهم المدارس والاصابات المتكرره دايما بنزلات البرد. بنصبح على حضرتك، منورنا. اهلا بسعادتك وكل الساده المشاهدين. ولادنا بيعيوا دايما اول ما نخشوا المدرسه كده وينزلوا ويروحوا يبتدوا بقى السنه الدراسيه. ده اكيد بلاقي بنتي او ابني راجع عنده شويه برد. ليه؟ لان انت كنت في فصل الصيف قاعد في بيئه صغيره، اب وام واخوات صغيرين جوه البيت، بتروح اماكن مفتوحه زي النوادي زي المصايف والحاجات دي. مره واحده دخل الخريف واحنا على ابواب الشتاء زي ما الاستاذه بتقول، ان احنا دخلنا اتنقلنا من بيئة صغيرة إلى بيئة واسعة، بنركب باص المدرسة، زحام، أطفال كتير، بننزل بنخش الفصول برضو في أطفال كتير. أمراض الشتاء وأمراض فصل الخريف أمراض تنفسية بتتنقل عن طريق الرذاذ وعن طريق العطس. فمجرد أن طفل واحد عيان في الفصل ممكن يعدي كل اللي في الفصل. بتنزل من بيئة دافية في البيت إلى بيئة شوية برد الصبح، وبعدين الظهر الجو بيبتدي الشمس تطلع تاني. اختلاف درجات الحرارة دوت مع البيئة المكتظة بالأطفال دي بتبقى فرصتها أكبر لنقل العدوى، خاصة الأمراض التنفسية بين الأطفال. ده سبب إن الأطفال أول ما بيخدشوا المدارس بتبقى في فرصة للعدوى وتكرر العدوى. طيب دكتور، في تصرفات خاطئة بينتهجها البعض ممكن تكون هي السبب في سرعة انتقال الفيروسات التنفسية عند الأطفال، أو الأطفال اللي أصيبت بالفعل بالفيروس التنفسي بنتصرف كأمهات بالطريقة غلط تخلي الفيروس يفضل مدة دورة حياته أطول أو يبقى قاعد متمكن من الجسم أكتر؟ في حاجات كتيرة مفروض الأهل بيعملوها، الأسرة بتعملها، وفي حاجات على المدرسة. المدرسة عليها أنها تهتم بتهوية الفصول، تهتم بنظافة الديسكات، أن الديسكات دي تكون معقمة ونظيفة علشان التلامس مع الرذاذ برضو ممكن ينقل العدوى. المدرسة عليها أن أي طفل عنده ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، الطفل عنده رشح، عنده عطس، أن احنا ما ندخلوش المدرسة ونديله فرصة أنه يقعد في البيت. وعادة وبرضو بنقول لكل أم أنك لو لقيتي أن ابنك سخن شوية أو دافي حتى أو مكسر أو بيشتكي زور ووجعه أو أن الولد عنده عطس عنده بداية دور برد، إحنا بننصحها أن هي ما تنزلوش المدرسة لسببين. أول سبب أنك لما بتقعدي الطفل أنت بتديله راحة فبياخد فرصة أن مناعته تترفع. نمرة اتنين، لما بينزل في فرصة أن ينقل العدوى لكل زمايله اللي معاه في الفصل، غير أن المناعة هتقل، فرصة المرض طول المرض هيطول، فترته انه يقعد في البيت هتبقى اطول. يبقى نصيحة لكل ام قبل ما تنزلي ابنك لو تعبان قعديه في البيت، هياخد يومين بالكتير ثلاثة وهيسترد صحته ويرجع مدرسته. بنقول لكل ام لازم الولد قبل ما ينزل من البيت لازم ياكل، مفروض ان الطفل يفطر حاجة بسيطة قبل ما يروح المدرسة لعدة اسباب. ان السكر بتاعه يكون في معدلات طبيعية، ما يبقاش السكر بتاعه واطي. ان الطفل لما بياكل في حاجات
في حاجة سهلة جدا بنصح بيها كل أم قبل ما ينزل من البيت، أكليه بيضة. البيضة الصغيرة دي عبارة عن علبة فيتامينات، مش حباية فيتامين، علبة فيتامين. ليه البيضة مهمة؟ البيضة دي فيها مادة الكولين، الكولين دي ده ناقل كيميائي بيساعد على النواقل العصبية، الأستايل كولين في المخ ده بيصحصح المخ. في مادة اسمها اللوتين، اللوتين ده بيقوي العين، البصر للعين بالظبط. فيها مجموعة من الفيتامينات، فيها فيتامين A في حالة نشطة، فيها فيتامين E وفيها فيتامين B كومبلكس، فيها فيتامين K، فيها أعلى نسبة فيتامين دال. البيضة دي مليانة أوميجا 3 برضو للمخ، مفيدة أن الطفل يبقى مصحصح في المدرسة. بنصح كل أم أن هي ما تنزلش ابنها في لبس مغالى فيه. إحنا دولة مشمسة طول السنة ودولة جميلة، الجو عندنا معتدل طول السنة، فما فيش يعني أنا ألبسهم جاكيتات وساعات الأيس كاب وجوانتيات، الحاجات دي مش حاجة صحية للأطفال خالص. لازم الطفل ينزل يكون معاه لانش بوكس خاص بيه، لازم أعلم ابني أنه يغسل إيده قبل وبعد الأكل، لازم أعلم ابني أن ترمس المية ده بتاعه خاص بيه، أكله خاص بيه، ما فيش داعي لتبادل الأكل مع زمايلنا، لأن بعض الأطفال بيبقى عندهم مثلا حاجة زي أنيميا الفول، ممكن مامتي محضرة لي أكل يكون ضار لصاحبي أو صاحبي يكون أكله ضار ليا. بعض الأطفال بيبقى عندهم بعض الأمراض حساسيات جلوتين، خلل في التمثيل الغذائي، ممكن يكون عندهم ساندويتش مربى أو حلاوة أو عسل أو مادة دهنية، الحاجات البسيطة دي حاجات مهمة قبل ما نروح المدرسة. طب دكتور، ايه هي اشهر الامراض التنفسيه مع دخول الشتاء اللي ممكن ولادنا يصابوا بيها؟ وهل في امراض سهل التعافي منها وممكن امراض اخرى لازم لا اروح ازور الطبيب يبقى في هنا تدخل ومباشر اشوف ايه المشكله، ولا بس ان طفلي ممكن يعني ياخد وقت من الراحه والتغذيه السليمه فيتعافى لوحده؟ الامراض الكومن قوي ناخدها من فوق لتحت كده. اول حاجه بس اقولها بسرعه كده، الامل مهم جدا، الامل في بدايه دخول المدارس، ان احنا نهتم ان الاطفال بتوعنا ان احنا نمشطهم ونتاكد مفيش امل، لان الامل دي من العدوات المنتشره جدا. صحيح. في المدارس وبتنتشر بسهوله قوي، لان الامل ده بيفقس البيض ويتوالد بسرعه، البيض ده يتكاثر بسرعه، فناخد بالنا. بعد كده بننزل عندنا نزلات البرد اشهر حاجه، وده بيسببها اكتر من 200 نوع من الفيروسات، اشهرهم حاجه اسمها الرينو فيروس. ونزله البرد دي بسيطه جدا، شويه عطس خفيف، شويه رشحه. ما تخلنيش اقلق خالص. نزلات البرد دي بتصيب الرضع من 6 ل 8 مرات في السنه، فدي حاجه بسيطه جدا، شويه برد، شويه رشح، شويه عطس خفيف، يمكن ارتفاع بسيط في درجه الحراره، وبنتعامل معاه بمنتهى يعني شويه نقط محلول ملح في الانف، دواء اسمه الباراسيتامول متوفر في كل الصيدليات لو الطفل سخن، بياخد راحه يومين ثلاثه، نزلات البرد بالكثير 5 ايام اعراضها بتزول. في بعد كده الانفلونزا، والانفلونزا دي برضه مرض كومن جدا على مستوى العالم وبسيط جدا، وان كان بيسبب حوالي من 300 ل 400 الف حاله وفاه سنويا، ولكن الانفلونزا بتيجي على هيئه رشح، ممكن عطس، ممكن شويه كحه، احتقان في الحلق، يمكن درجه الحراره بتبقى اعلى شويه، لكن في النهايه برضه راحه تامه، بنحط محلول ملح، بندي حاجات بسيطه مخفضه للحراره، لو حصل منها مضاعفات بنتعامل مع المضاعفات. امتى الام تلجا للطبيب؟ لو الحراره استمرت اكتر من 48 ساعه، الحراره عاليه، في ظهرت كحه، الطفل تعبان مش قادر يتحرك، بنلجا للطبيب. لكن احنا برضه بنصح كل ام بتسمعنا، لو سمحتي لما طفلك يتعب اديله خافض الحراره اللي احنا متفقين عليه اللي اسمه الباراسيتامول، ده دواء امن اقدر اديه لاي طفل ملوش اي اعراض جانبيه. اكتر من 48 ساعه الحراره مستمره يفضل ان حضرتك تلجئي الى الطبيب المختص. الجرعه الخاصه بالباراسيتامول بتبقى قد ايه؟ الجرعه الخاصه بالباراسيتامول دي مهمه جدا، هي من 10 ل 15 ملي جرام لكل كيلو جرام من وزن الطفل، يعني لو طفل وزنه 20 كيلو بندي له حوالي 300 ملي جرام، هي دي الجرعه. وممكن تستشير طبيبها حتى بالتليفون، ساعات بيسالونا وبنجاوب عليهم. يعني ممكن يتاخد كل 6 ساعات. كل 6 ساعات. انا عايز اقول برضو لكل ام بتسمعنا، الحراره دي نعمه ربنا بعتها لنا، الجسم بيعملها علشان يقاوم بيها المرض. الناس بيبقوا بانيك جدا من ارتفاع درجه الحراره، ودي مش حاجه علميه. الجسم لما بيخش فيه ميكروب عدوى بكتيريه او فيروسيه، من حكمه الجهاز
بتاعنا ان الجسم البشري انه بيرفع درجه الحراره. درجه الحراره لما بتترفع بتخلق بيئه غير مناسبه لنمو البكتيريا والفيروسات. الناس بتقلق تقول لي يا دكتور بس الحراره بتعمل حاجه في المخ. الكلام ده غير علمي على الاطلاق. في الأطفال بتوعنا من 3-4-5% عندهم عرضة مع ارتفاع درجة الحرارة يحصل لهم حاجة اسمها التشنج الحراري، ودي كمان في العمر من 6 شهور لسنتين، بتقل حدتها لغاية 5 سنين، نادرا تحصل بعد 5 سنين. بنقول الأم بفرض أن الطفل سخن وحصل تشنج بلي راسه بشوية مية وسيبيه خلال 3-4-5 دقايق بالكتير بيرجع تاني لحالته الطبيعية. لو الحالة طولت انزلي لأقرب مستشفى. اما حكايه ان الطفل جات له سخنيه وحصل له مشكله بعديها، بالمناسبه كمان ان الدوله حاليا بتعمل تطعيم لكل المدارس للحمى الشوكيه او الالتهاب السحائي، وده برضو كل ام بتسمعنا لما يجي لك جواب من المدرسه لتطعيم ابنك، هذا التطعيم هو حاليا شغال في المدارس دلوقتي لبعض الفئات العمريه، ده تطعيم مفيد جدا. الحمد لله المرض ده بسيط جدا في مصر، ملوش صوره وبائيه في مصر، لكن تطعيم مهم والدوله بتقدمه بالمجان في المدارس. التطعيم ده مهم. لما الطفل بيجي له حالة سخونية ويحصل بعديها مشكلة، غالبا بيكون ده الالتهاب السحائي. فده جاي مهاجم، ده مرض جاي زي الانفلونزا جاية رايحة الجهاز التنفسي العلوي او السفلي، فده مرض جاي للمخ. فما تخافوش من الحرارة، الحرارة في حد ذاتها شيء حاجة مفيد، لكن احنا بنتعامل معه. تخفيض الحرارة يا دكتور بيبقى ازاي؟ يعني بعض الاحيان بنلاقي امهات تستخدم مية ساقعة والطفل يبقى يعيني بيترعش وسخن وحالته حالة، وكمان نقوم حاطين له مية ساقعة. البعض بيبقى قلبه ضعيف يقولك لا خلاص خليها مية فترة او خليها مية سخنة، اهي مية هي برضو تعمل يعني واشنج للجسم وكده. نستخدم ايه علشان نقدر نخفض الحرارة؟ الطفل لو سخن، والكمادات أماكن وضعها فين؟ الطفل لو سخن أول حاجة أعملها أن أنا أخف هدومه، أقلعه الهدوم التقيلة اللي هو لابسها. اتنين، مفيش مانع أن أنا أعمله دش مية من الحنفية. لا، المية الساقعة دي ممنوعة خالص، بس أعمل مية في الشتاء تكون فترة شوية، في الصيف تكون مية الحنفية دي تماما، وما نزودش عن 5 دقايق الدش ما يزيدش عن 5 دقايق. اما الكمادات اماكنها اللي بتجيب نتيجه كويسه، لما احب اعمل كمادات حوالين الرقبه تحت الابط بين الارداف في الحته دي، هي دي الحتت لانها حته غنيه بالدم، فلما بحط الكمادات بتبرد الجسم بسرعه. بعد كده بننزل في التهاب الحلق. عايز اقول كلمه التهاب الحلق، هي دايما المرضى الامهات تيجي تقول لك اصل كان عنده التهاب في الحلق، كان عنده التهاب في الحلق. الحلق هو بوابه جسم الانسان، اي مرض داخل لي جسمي هيعدي على الحلق فيعمل لي التهاب في الحلق. دي حاجه صحيه، الحلق ده عامل زي البواب، انت طالع العماره رايح فين فبيصطادوا هنا، فدي حاجه امنه. التهاب في الحلق ده شويه حاجات دافيه كافيه جدا. بعد كده في احتمال يجي اللوز، واللوز دي من الغدد المهمه جدا، من اهم الغدد في الجهاز المناعي، دي بتحمي الطفل. وحكايه ان احنا نشيل اللوز بطريقه بزيادة كده، لا، اللوز دي لها شروط ولازم نلجأ للطبيب المختص بتاع الأنف والأذن، هو اللي بيحدد إمتى تتشال ومتشالش. بقول إن أي دور برد في الأطفال لازم نهتم إن احنا ننظف الأنف بمحلول ملح، ودي حاجة بسيطة عشان بنخاف من التهابات الأذن الوسطى. والتهابات الأذن الوسطى في الرضع تلاقي الطفل يزهد الفراش مش عارف ينام، الطفل الكبير بيخبط على ودانه، طفل المدرسة بيجي يشتكي يقول ودني وجعاني. عايز أقول لكل أم، الطفل اللي يقول ودني وجعاني لازم تتجه بيه لطبيبة الأطفال المختص، لان لازم يعالجه، لان انت لو اديتي له اي حاجه مسكنه الوجع هيروح، لكن المشكله ما راحتش. المشكله بتبقى عباره عن مخاط في قناه طالع من قناه الساكيوس جاي في الاذن الوسطى، فانت عالجتي الالم اللي مسبباه لكن ما عالجتيش المشكله، لانها ممكن على المدى البعيد تاثر على سمعه. بعد كده بننزل، قد يحدث مضاعفات من الانفلونزا، ان يحصل نزلات شعبيه خاصه الاطفال اللي عندهم حساسيه بتوع المدارس. عايز اقول لكل ام برضو بتسمعنا، لو ابنك عنده حساسية صدرية والطبيب منبه عليكي، التزمي باستعمال البخاخات الخاصة بابنك، وما تخافوش خالص من البخاخات. البخاخات هي علاج آمن وفعال ونتيجته فعالة، خاصة لأطفال المدارس، لأن أنا عايز الطفل عندي في مدرستي يروح يحضر حصته ويلعب وينبسط ويستمتع بالمدرسة. صحيح. طب لو عايزين من حضرتك كده روشتة لتقوية الجهاز المناعي لأولادنا، روشتة. طيب، تقوية الجهاز المناعي ده سؤال بيتسأله جميع أطباء الأطفال كل يوم. إزاي نقوي جهازنا المناعي؟ واحد، بيئة صحية
البيت بيخشوا شمس، بيخشوا هواء، ما فيهوش ذباب عشان الذباب ده ممكن ينقل امراض. صحيح. خاصه مرض الالتهاب الكبدي الوبائي. ما فيهوش تدخين نهائي، ما فيش اب او ام بيدخنوا في البيت ويقول لك انا بدخل في اوضه واوضه، لا ما ينفعش الكلام ده نهائي. نمره 2، التغذيه الصحيه للاطفال دي مهمه جدا. الهرم الغذائي بتاع الاطفال معروف، 40% نشويات زي الكيك، زي المخبوزات، زي البيتزا، 35% خضار وفاكهة مهمة جدا لأنها بتقوي الجهاز المناعي، 20% بروتينات اللي هي اللحوم والفراخ والبيض اللي قلناه والألبان لأنها بتكون الأجسام المضادة، 5% من الدهون. نمرة 3، على الأطفال كلهم ولادنا وبناتنا إن هم يمارسوا الرياضة ساعة كل يوم، عشان كده المدارس دايما بتهتم إن تكون في حصة للألعاب لأولادنا. نمرة 4، ودي حاجة مهمة جدا من فضلكم، نيموا أولادكم بدري بالكتير الساعة 9 أو 10 بالكتير قوي لمدة 8 ساعات. ليه ناموا بدري وليه 8 ساعات؟ لأن الطفل لما بينام بدري ده بيدخله في الديب سليب، النوم العميق. النوم صحيح. العميق ده بيطلع هرمون مهم اسمه هرمون النمو، هرمون النمو الجلوكوز هرمون، وانام في الظلام عشان يطلع هرمون الميلاتونين اللي بيساعدني على النوم. وده النوم العميق ده والنوم السليم ده بيقلل نسبة الكورتيزون اللي بتطلع طبيعي في جسمي أثناء الليل وأعراض الكورتيزون العالية ومشاكلها. بعد كده مهم ان احنا نلتزم بالتطعيمات الدورية اللي الدولة ممثلة في وزارة الصحة بتقدمها بالمجان تماما، نلتزم بيها، ما تخافوش من التطعيمات. التطعيمات آمنة لأن طالعة برضو دلوقتي غاو كده التطعيم، التطعيمات آمنة تماما ومفيدة تماما لكل أولادنا. بعد كده الالتزام بالتباعد الاجتماعي. في فترة الكوفيد لما حصل تباعد اجتماعي اختفت الانفلونزا، ما كناش بنشوف في عياداتنا انفلونزا ولا برد ولا لمجرد ان حصل تباعد اجتماعي. فكون كل طفل يلتزم ازاي يسلم على صاحبه، ازاي يلعب مع صاحبه، ازاي يكون عنده منديل خاص بيه، ازاي يغسل ايده قبل وبعد الاكل لمده 20 ثانيه بالفرق نعلمها له، دي حاجه بسيطه جدا. ان الطفل يكون له لانش بوكس زي ما قلنا، له ترمس خاص بيه. بعد كده نصيحه اقولها لكل ام، اسالي الطبيب ما تسأليش المجرب. أكيد. كل الشكر ليك دكتور يوسف سعد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، شرفتنا ونورتنا. شكرا لحضرتك. شكرا لكل السادة المشاهدين. نورتنا يا فندم. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده فقرتنا الأخيرة في صباح الخير. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية وفقرتنا الأخيرة في صباح الخير يا مصر. الفقرة دي فقرة تهم كل بيت مصري، كل أسرة مصرية، كلنا الشغل الشاغل لينا إن احنا نحط ميزانية مظبوطة في البيت، ميزانية فيها توفير، نعرف كده الزوج والزوجة يبقى بينهم حوار إزاي يظبطوا ميزانية البيت والمصروف الشهري، البند الخاص بالتعليم، الأكل والشرب، المواصلات وغيره، إزاي ده يحصل؟ ازاي فعلا كده بمنتهى البساطه في الفقره دي هنتعرف ان احنا نحط ميزانيه للبيت فيها توفير، في ظل طبعا يعني كلنا بنرشد الاستهلاك، في ظل ظروف اقتصاديه صعبه. سؤال مهم جدا هنحاول نجاوب عليه، ميزانيه موفره للبيت. طبعا كل حاجه بتمشي كده بالبركه، لكن دايما مهم جدا نعرف ازاي نظبط ميزانيتنا والزوج والزوجه يقعدوا مع بعض كده ويظبطوا المسائل. بصي كلام ان فيه عشان مش كل الناس بتبقى عندها ميزانيه، ومش كل الناس بتبقى عندها القدره على اداره الميزانيه. صحيح. في ناس بتشوف الاساسيات بتاعتها وبتحاول تسدها وبعدين تمشي بقى زي ما بنقول ببركه ربنا. في ناس بتبقى عامله اظرف بقى كده، مش عارفه ظرف بجد والله ما بتظبطش معايا خالص، بعمل الاظرف دي كل شهر في الاخر بتخلص على طول. طيب هل نقدر نظبطها فعلا ولا لا؟ دي اسئله هنعرف نجاوبها من خلال ضيفتنا الموجوده معانا في الاستوديو، الدكتوره روضه حمزه ابو الفضل. الدكتوره روضه استشاري اداره مؤسسات الاسره والطفوله بجامعه حلوان منورانا. اهلا وسهلا يا دكتوره. صباح الخير عليك. صباح الفل. في ميزانيه ولا مفيش ميزانيه؟ في لازم لازم. امال الناس اللي ما عندهاش ميزانيه؟ ده الميزانيه بتحسسك بالامان، عارف انا رايح فين وجاي منين، ورايا ايه، عليا ايه، وهقدر اوفر قد ايه.
انا لو ما كتبتش طول الوقت احس ان انا تايه، لو نزلت اشتريت شراء عشوائي احس ان الفلوس بتخلص قبل وانا مش عارفه اكمل الشهر ازاي. جميل الشراء العشوائي يعني ده. كفايه بس ان الميزانيه بتديني احساس نفسي بالامان. انا عارف انا هصرف ايه وعاوز اشتري ايه وما اخرجش بره الميزانيه. هخرج بره الميزانيه مفيش مشكله، اللي ما يتوفرش في الاسبوع ده يتوفر في الاسبوع اللي بعده. ناخدها معاكي واحده واحده. حضرتك تمام. استشاري اداره مؤسسات الاسره، يعني تايتل جميل جدا. بالراحه كده، ازاي نعمل ميزانيه كأب وأم أو كزوج وزوجة مع بعض في أول الشهر؟ إزاي ألف به ميزانية البيت؟ بعيدا عن استشاري، إحنا كنا بنشوف أبائنا كانوا بيعملوا إيه. كلهم عندهم أجندة على فكرة، كانوا بيكتبوا، وكان إن أنا يبقى عندي أجندة فيها الاحتياجات بتاعتي والمصروفات بتاعتي قد إيه، وفي نفس الوقت أنا بيدخل لي قد إيه. طبعا كل الناس تقول إحنا بيدخل لي صفحة باحتياجات 15 صفحات. طب ما الاحتياجات دي لازم نقسمها الأولويات. في فرق، أفرق ما بين حاجتين مهمين، في فرق ما بين الرغبات والاحتياج. رغبات كلنا عاوزين نشتري كل حاجة، كلنا صحيح. عاوزين نمتلك كل السلع، أحدث تليفون، أحدث كل أحدث أنواع، أحدث طرز اللبس، يعني الرغبات مش هتنتهي. إنما الاحتياج اللي هو لازم لا تستقيم الحياة بدون، مش قادر أعيش من غير أكل، مش قادر أعيش من غير لبس، مش قادر أعيش من غير إن أنا أكون عندي سكن، والسكن ده ليه متطلبات. فمهم قوي إن أنا أفرق بين الاثنين. طيب هعمل بقى ميزانية، أعمل إيه؟ حضرتك بيجي لك مثلا في ناس دخلها ثابت وفي ناس دخلها متغير موسمي، بيشتغل عمالة موسمية، هو بيجي له يوم أو ممكن يوم التاني ما يشتغلش مثلا. أنا باجي في اليوم اللي أنا عندي فيه دخل، خصوصا اللي هي الدخل الغير منتظم، واقوم جايه مقسماه ابقى عارفه قدام هو انا هيجي لي الدخل ده كل قد ايه. يعني مثلا انا في ناس دخلها كل 3 شهور، اعمل حسابي ان الدخل ده اللي بيجي لي هقسمه على 3 عشان ده الدخل الثابت بتاعي شهريا. طب انا دخلي ثابت خلاص، انا عارف ان انا بيجي لي اخر الشهر 4000 جنيه مثلا، هاجي اخد ال 4000 واجي اشيل كل المصروفات الثابته اللي هي عليا الحق نفسي قبل ما اصرف ال 4000، اللي هي الاولويات والاحتياجات. المصاريف اللي هي ثابته اللي هي عليا، عندي ايجار سكن مثلا، عندي كهرباء، قسط كهرباء، فواتير ميه، فواتير غاز، دي بشيلها في الاول على جنب. طب بقى معايا مبلغ اقسمه بقى على بنود الانفاق اللي هي ايه اللي باقيه، اللي هو الغذاء بتاعي، المصاريف الشخصيه بتاعت الولاد، المصاريف التعليم زي ما حضرتك ما قلت، انا هروح شغل ازاي، نقل ومواصلات ولادي يروحوا مدارسهم ازاي. طيب عملت ده ولقيت الميزانيه مش مظبوطه معايا، ابتدي بقى ان انا اسال نفسي سؤال مهم، ايه البند من بنود الانفاق اللي عندي فيه مشكله؟ هل بند الغذاء، بند المواصلات، بند السكن، واوفر فيه ازاي؟ طب ما في ناس كتير تبقى متمسكه بسكن معين هو بعيد عن شغلها، فبتضطر ان هي في بند المواصلات تشيل مواصلات ليها ومدارس الولاد. طب ليه ما اختار سكن قريب من العمل وفي نفس الوقت يكون متناسب مع دخلي؟ في ناس تقول لا انا لازم اعيش في منطقه معينه وده عامل لي ازمه ماليه طول بتسمع مع الشهور اللي بعد كده. فمهم قوي قوي ان انا اقعد مع نفسي قاعده مصارحه مع افراد اسرتي ومع نفسي قبل افراد اسرتي، ان انا كرب اسره او المسؤول عن الميزانيه، ممكن تكون ربة الأسرة بالمناسبة، أسأل نفسي سؤال مهم، إيه اللي بيهدر الميزانية بتاعتي؟ طب أنا أقدر إزاي أوازن ما بين الاحتياجات والدخل بتاعي؟ طب الدخل مش مقضي، طب ليه أنا ما استفدش من قدرات أفراد الأسرة؟ إحنا ليه دايما عندنا مفهوم إن أنا طول الوقت بصرف على ابني؟ طب ليه ابني ليه ما يجيبش دخل؟ يعني ليه ما علموش حرفة معينة؟ لو حاجة باظت في البيت يصلحها، نجارة، سباكة، هو نفسه ليه مثلا بيعرف ليه في التسوق الإلكتروني، ليه بيقعد على الكمبيوتر كويس وبيعرف يتعلم برمجة. أيا كان كل واحد ليه قدراته ومهاراته، لازم أفراد الأسرة يشاركوا إن هم مش بس يكونوا دايما منفقين، لا يدخلوا دخل للأسرة ويبقوا شاعرين بمسؤوليات الأسرة والاحتياج بتاعهم. طيب لما نيجي نحط ميزانية للشهر، بنحط الميزانية بالشهر ولا بالأسبوع ولا باليوم؟ نيجي بقى عند الميزانية. الميزانية لو قلنا احنا بالشهر، خلينا احنا زي ما قلت لحضرتك في ناس دخلها ثابت وناس دخلها متغير، خلينا نقول خلينا كلنا سواء ثابت او متغير بنحط ميزانية تقديرية شهرية. تمام. والشهرية بنقسمها على 4 أسابيع. ليه؟ لان نظرا مثلا لو حصل مني خلل في اسبوع، لا هيسمع معايا في الاسبوع اللي بعد. يعني انا جيت الاول اسبوع مثلا من الشهر صرفت، المفروض ان انا مثلا حاطه ميزانيه وليكن حاطه ميزانيه 2000 جنيه يبقى كل اسبوع 500 جنيه، جيت في الاسبوع الاول صرفت 800 جنيه كده هيبقى معايا كام من 2000؟ 1200 جنيه، ابتدي ان انا اقسمهم على الثلاث اسابيع، يبقى انا اخلي بالي ان انا 400 جنيه، ده طبعا على سبيل المثال طبعًا. يعني مش طبعًا. 400 جنيه دي هتقضي معايا لازم الاسبوع، لازم يبقى عندي مرونه، ودي نقطه مهمه وواقعيه.
طبعا ست البيت هي وزاره الماليه في البيت، هي اللي بتضبط المساله وبتشوف الدنيا ماشيه ازاي. عايز اتكلم هنا عن المسؤوليه المشتركه بقى، يعني الـ 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 الام والمراه والرجل كمان، ازاي يحصل بينهم الحوار والتعاون والاتفاق على بنود الانفاق في الميزانيه، لانه في رغبات بتختلف وطلبات بتختلف، والولاد عايزين حاجه معينه والاب بيبقى عايز حاجه معينه، ازاي بتحصل بقى حاله الحوار دي والمساله بتتظبط؟ انا عاوز اقول لحضرتك ان معظم مشاكلنا اساسها مادي. خناقات ده في تقارير في اتفضلي ادي 200 جنيه وتدبري نفسك. قبل ما اقول لها دبري نفسك افهمها ان انا ظروفي كده، وهي لازم برضو معلش ربة الأسرة عليها دور إن هي تتفهم ده وتتقبله بصدر رحب. يعني هو رب الأسرة شغال مطحون طول اليوم، فإحنا لازم يعني يبقى في جزء من رب الأسرة ورب لحضرتك. خلاص يا محمد عرفنا إنك بتتعب، تسلم إيدك يا محمد. فلازم يبقى في مشاركة، ولازم يعني في مودة وفي رحمة، سواء كان من رب الأسرة وربة الأسرة والأولاد. أنا ما أشوفش الأب مطحون، معلش أنا بشوف نماذج من الأسر، معلش الولاد اتخرجوا قاعدين في البيت، طب انت قاعد في البيت ليه؟ وقاعد الاب مطالب، هو الراجل اللي طبعا فرق الاب او الام، لان احنا عارفين ان احنا عندنا مرأة معيلة كتير جدا ونسبتها مرتفعة، يعني الامهات هي اللي بتبقى شايلة البيت. احنا بنتكلم على الشخص الرئيس المنفق في البيت بالظبط. احنا لازم افراد الاسره يكون عندهم شعور بالاحساس بالمسؤوليه الاخر، وان انا لازم اشارك، لازم ان انا ما اقعدش طول الوقت احمل الاب او الام ايا كان المعيل للاسره، انك انت لازم توفر لي كل احتياجاتي. طب وحضرتك فين؟ يعني ايه انا اتخرجت وقاعد في البيت؟ يعني انت طالب اصلا قاعد في البيت؟ فكر، لازم تبقى لك مصادر دخل. انا كأب وام انت انا مسؤول عن رعايتك في ان انا اوفر لك الاحتياجات الاساسيه. اي حاجه تانية انت عاوز توفرها اشتغل فكر. بس احنا عارفين ان احنا عندنا قانون خاص بعماله الاطفال، واحنا عندنا الموضوع يعني محدد بالقانون، وهو شيء بيجرمه القانون عماله الاطفال. انا بقول لحضرتك مش عماله اطفال، انا بقول لحضرتك ناس متخرجين قاعدين. انا بتكلم في ان احنا بعض الفئات العمريه، لكن ممكن الولاد تنزل تدريب، تنزل عمل تطوعي له علاقه بحاجه تنمي مهاراتهم، فنقلل من فلوس الدروس مثلا لما يتنمى مهاراتهم. يعني في طرق للموازنه بالظبط. يعني انا مش 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 الشرط ان هم يشتغلوا يا فندم. يعني انا مثلا دروس خصوصيه، حضرتك عارفه ان التعلم الذاتي افضل من التعلم بالتلقين. طب حضرتك الوزاره عامله لك منصات، وانت كده كده ماسك الموبايل وبتقدر تفتح العاب وبتقدر تفتح برامج، ليه ما تسمعش درس وفر على افراد اسرتك؟ طب يعني ليه ما ده بالعكس، ده التعلم الذاتي بيخليك عندك تعلم تفاعلي، عندك تعلم ذاتي، بتقدر انك انت تاخد المعلومه وتوظفها وتعالجها. انما انا طول الوقت قاعد مستني الاب والام هم اللي يلبوا لي كل الاحتياجات. احنا عاوزين افراد الاسره يكونوا مشاركين وشاعرين بالمسؤوليه وعندهم احساس بالمسؤوليه، دي مهمه جدا. طب عايز اسال حضرتك بند التوفير، يعني احنا طبعا ظروف اقتصاديه صعبه، ودايما ابائنا دايما بينصحونا وفر من فلوسك من مرتبك مهما كان، لازم يبقى فيه، ممكن يبقى فيه اي ظرف طارئ صحي ليك او لاي فرد من افراد الاسره، فلازم بعد ما تظبط ميزانيتك يبقى فيه بند كده بتوفر حاجه على جنب. ما بقيناش ده، يعني كتير من الناس مع الظروف الاقتصاديه الصعبه البند ده اختفى. هل ضروري احط في ميزانيتي وانا بحسب حساباتي واللي انا بنفقه والايرادات بتاعتي كل شهر لازم احط بند التوفير ده، بند مهم في الميزانيه؟ بالظبط يا فندم. ايا كان دخلي لازم 20% من الدخل انا ما اجيش جنبه، يعني اعتبره انه مش موجود حتى لو محتاج. لان حضرتك انا لو انا طول الوقت عارف ان معايا فلوس هلاقي نفسي عندي احتياج، انما انا لو جيت حطيته في نوع من الحسابات اللي هو الحساب الادخاري، حتى لو دخلي قليل بالمناسبه، حتى لو هوفر 50 جنيه مهم اسيب حاجه كل شهر، مهم عشان ده حتى يعمل لي توازن مع الشهر اللي بعده. يعني ممكن مثلا يحصل لي ظرف طارئ في الشهر الثاني، الحمد لله الدنيا تمشي تمام، مش بيجي علينا وقت بنوفر في شهر وشهر ثاني، خصوصا المواسم ما انا هحتاج دخل اكتر من دخلي، فلازم اكون عامله لي حساب. اهم حاجه تكون قاعده عندي ان ممنوع الاستدانه تحت اي وضع، دور مع الزمن حيث دار، خلاص انت كيف نفسك على المبلغ المالي اللي هو شايل منه 20%. انا بقبض 3000 يبقى في 600 جنيه اللي هو خمسهم دول على جنب، انا ماليش دعوه بيهم. طب هو ده اللي انا كنت بقى عايز اساله، اذا كان الاحتياجات الضروريه
يعني في بعض الأحيان بتحصل مفاجآت، يعني أيا كان بقى جهاز عطل في البيت، ربنا يبعد حادث أثر على العربية لو الأسرة بتمتلك عربية، ظرف صحي ما وقد يكون الشخص مش متغطي تأمينيا، بتبقى فيه طوارئ. أنا بقى أتعامل إزاي مع الاستدانة في هذا الموقف؟ بسد الدين كله الأول مرة واحدة إذا كان دخلي بيساعدني وأقعد أنا في تقشف شديد، ولا أبتدي أجدول الدين وأجدول طريقة سداده؟ الأسر تتعامل إزاي مع الطوارئ؟ إحنا عاوزين الأسر المصرية ترجع لفكر الاستثمار المالي. بمعنى انك انت مش بتدخر بس، يعني انا مش بقول لحضرتك تدخر 600 جنيه مثلا كل شهر وسيبهم واقفين 600 جنيه ثابتين، لا ده انت حاول ان 600 جنيه دول يديروا لك دخل. كل ربة اسره ادرب قدراتها ومهارات افراد اسرتها وقادره ان هي ازاي تزود، قادره تعرف ايه المصادر اللي تقدر تزود بيها دخلها. انا مثلا ساكنه في بيئه سكنيه كلها مدارس، وانا ربة منزل وشاطره في المخبوزات او المعجنات او بعمل كيك، اعملي حضرتك كيك وبيعيه، وده يبقى بال 600 جنيه اللي بتوفري بيهم اعملي بيهم مشروع. لازم نرجع لفكر المشروعات المتناهيه الصغر. احنا بصراحه انا يعني بشوف للاسف بعض الدول العربيه الاطفال بيقعدوا يتداولوا ماليا، اطفال بيتداولوا ماليا، عندهم ثقافه المال، ازاي ان انا اعرف ابيع واشتري، وازاي ان انا اوفر من مصروفي، وازاي ان انا استثمر من اللي انا بوفره. يعني انا مش طول الوقت قاعده مكتفه الايدي وفي ازمه، ما تشتكيش، فكر. طول ما انا بفكر، طول ما انا ما عنديش ازمه، مش هوصل لمرحله زي ما حضرتك ما قلتي للاستدانه. انا طول الوقت في حساب زي ما قلت لحضرتك على جنب، انا ماليش دعوه. وفي بدائل تانية، يعني في افكار تانية، ازاي اشتغل، انتج، اخلي زوجتي تنتج من البيت، لو في مشروع مشترك عائلي، يعني حتى البيزنس او الحاجات الكبيره بتبدا حاجات عائليه، يعني الافكار الكبيره دايما بتبدا من المشروعات الصغيره. عايز اسال حضرتك دلوقتي مسؤوليه، هتكلمنا عن الزوج والزوجه، مسؤوليه الاولاد، مسؤوليتهم ايه بقى في الميزانيه دي؟ لانه في بعض الاحيان احنا عندنا رغبات لا تنتهي. بالظبط. واللي احنا بنشوفه في حياتنا وفي المجتمع، ابني عايز كذا، بنتي عايز كذا، وللاسف في بعض الاحيان بعض الاسر بتدلل اولادها زياده عن اللزوم. هنا الاولاد او ابنائي عشان اضبط الميزانيه دي، دورهم ايه في الميزانيه؟ اول حاجه دوري انا. انا كرب اسره او ربة اسره لازم يكون عندي مفهوم وبوصله لاولادي انك انت لا تنظر للغير. يبقى عنده نوع من القناعة. مش كل حاجة عاوزها لازم هنجيبها. لازم بنشتري طبقا للاحتياج وطبقا للإمكانية. يعني أنا أنت محتاج مثلا نوع معين من الأحذية مثلا، لا طب أنت الحذاء بتاعك مش تمام، طب خلاص مفيش مشكلة، نوفر من مصروفك جزء وأنا هساعدك في جزء ونجيبه كمان شهرين ثلاثة. مش بقفل عليهم الباب. أنا مش بقول الناس تتقشف أو إن هي ما تبقاش تبقى الأب الصعب. ترشيد وليس حرمان. بالظبط، ترشيد. لازم إن أنا أعوده من صغره على بالثقافة المالية. روح بيع اشتري، سألت عن السعر، طب الباقي معاك كام؟ طيب انت ليه اشتريت ده؟ طب ما كانش فيه بدايل؟ طب لما لقيت ده غالي ما اشتريش ليه كميات اقل؟ وهكذا. يعني انا طول الوقت حافظت مثلا كتبه، اقلامه، حافظ على الممتلكات الخاصه بتاعتك، لو حاجه باظت انت هتدفعها من مصروفك. لازم يبقى عنده تحمل مسؤوليه ماليه. ده دوري انا كربة اسره. احنا شويه معلش كاسر مصريه بندلع اولادنا بزياده، وللاسف الحياه مش عايزه ده. الحياه محتاجه انك انت لازم لو مهما يحصل لك ازمه تكون صامد قدام الازمات. اكيد. كل الشكر ليكي الدكتوره روضه حمزه ابو الفضل، استشاري اداره مؤسسات الاسره والطفوله بجامعه حلوان. نورتينا وشرفتينا. شكرا يا فندم. نورتينا وشرفتينا، ورب ناخد بنصايحك كده ونظبط الميزانيه. ان شاء الله تظبط. ان شاء الله كده يا رب كل اسره ميزانيتها تبقى متظبطه، لانه ظروف صعبه، ومهم جدا يبقى عندنا الثقافه الماليه اللي قالت عليها الدكتوره روضه، يبقى كل واحد عارف امكانياته ايه واحتياجاته ايه ويظبط ميزانيته، ويا رب كده يفتح الرزق لكل الناس ولكل الناس اللي بيشوفونا. بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا منى. شكرا لحضراتكم. بكره ان شاء الله ميعاد جديد، وصباح الخير